بسم الله الرحمن الرحيم. النصاب مكتمل، نفتتح الجلسة. إخواني زملاء وزميلات، مقاعدكم لو سمحتوا. أصحاب معالي الوزراء على مقاعدكم لو سمحتوا. يا إخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء الكرام، في يوم المرأة العالمي تحية لكل أم وأخت وزوجة وابنة وزميلة، وعلى رأسهم جلالة الملكة رانيا عبد الله حفظها الله ورعاها. تحية لكن، وأنتن تثبتن كل حين قدرتكن على الإبداع والتميز، فسلام عليكم في كل يوم من العام، ونجسد هذا الاحترام في يومكن العالمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت منال، منال تفضلي. منال يا أخوان، جدول الأمين العام. الأمين العام. شكرا سيدي الرئيس. تفضلي منال. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، الزملاء والزميلات، يسرني ويشرفني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام. منال، منال لو سمحتي أختي. إخوان الصحفيين مصورين. اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، أن أتقدم لكافة أخواتنا الفاضلات بأسمى آيات التهاني المقرونة بأطيب الأمنيات، وكلنا أمل وثقة بأن تحقق المرأة العربية في كل مكان الإنجاز فوق الإنجاز بما يليق بمقامها ودورها الكبير. ويسرني أن أهنئ بهذه المناسبة كل نساء الأرض، وأخص المرأة العربية التي نجحت في الوصول إلى الكثير من أهدافها وتقدم رسالتها إلى المجتمع. فتهنئة ومباركة إلى سيدتي ربة المنزل والعاملة في المصنع والحقل، إلى سيدتي المديرة والمعلمة في المدرسة والجامعة، إلى سيدتي المهندسة والطبيبة، إلى سيدتي السياسية والناشطة، إلى سيدتي الخبيرة في كل علم ومهنة، إلى سيدتي الموظفة والكاتبة، إلى سيدتي في الخيمة وبيوت الشعر في البادية، إلى سيدتي في خيام اللاجئين، إلى سيدتي العظيمة في أرضنا المحتلة في الضفة وغزة، إلى سيدتي العربية في كل مكان. كما يطيب لي أن أضع وسام تقدير وإجلال فوق صدر كل امرأة عربية مكافحة، فقد أثبتت المرأة العربية عامة حضورها الفعال والمؤثر في حقول الحياة كافة، فحق تكريمها ومبارك نشاطها ومبارك عيدها. وكل عام وجميعنا والوطن والقيادة بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أخوان. الجلسة هاي أجلت أسئلة، وبعديها في بند ما يستجد من أعمال، فلو سمحتوا تعطونا مصلح. تفضل، أعطي مصلح باختصار. سيدي، سيدي اسمح لي، يعني أنا قليل مداخلاتي في المجال التشريعي باعتبار عضو مجلس اللجنة القانونية ما بحكي، وفي الرقابة بحكي قليل. أنا مبارح طالعتنا وسائل الإعلام المختلفة الرسمية وغير الرسمية بأن بنك الإعمار الألماني وبنك الاتحاد الأوروبي قد تبرع مشكورين، تبرع مشكورين بمبلغ 60 مليون لإنشاء 23 مدرسة موزعة على محافظات الشمال والوسط فقط. هذا ما ورد في كل القنوات الفضائية بما فيها قناة المملكة. تواصلت مع معالي وزير الأشغال، أفادني معالي وزير الأشغال أن ما نقل على لسانه غير صحيح، وأنما المقصود هي جميع محافظات المملكة. الذي يحصل أن هناك تخطيط غير سليم فيما يتعلق ببناء المدارس في المملكة، في مناطق مهمشة في الجنوب مدارسها لغاية الآن آيلة للسقوط، والمنح من الاتحاد الأوروبي بتجي إلى مدارس بحجة وجود اللاجئين. إحنا في تاريخ الأردن
في منطقة الجنوب ليس لدينا لاجئين وليس لدينا مخيمات، وإنما كل العرب يسكنون في قلوبنا. أتكافأ مدارس الجنوب بأن تبقى آيلة للسقوط دون أن نأتي لها بمنحة، وشكرا جزيلا. شكرا. ريم، كونك رئيس لجنة المرأة، تفضلي. رئيس لجنة المرأة ريم عبد البوح. أعطونا مجال إخوان، كلكم حتحكوا. شكرا سعادة الرئيس. ابتداء بالفعل وفي اليوم الذي نحتفل فيه اليوم بيوم المرأة العالمي، نهنئ المرأة الأردنية في جميع المجالات، ونحن بالفعل نشهد كريم صنائع النبيلة للمرأة الأردنية في جميع الميادين، وقد حققت المرتبة الشامخة لها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتشريعية، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى ولوجود الإرادة السياسية العليا في هذا المجال. أيضاً اليوم ونحن نشارك في هذه المرتبة التشريعية الشامخة لنشهد أيضاً إجراء التعديلات اللازمة على كثير من التشريعات، وقد حقق هذا المجلس الكريم كثير من التعديلات على القوانين على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، قانون العقوبات الأردني، قانون الأحوال الشخصية، وقانون الحماية من العنف الأسري، وكثير من القوانين. ففعلاً قدمت المرأة الأردنية نموذجاً راقياً في العمل الوطني الممتد، وهذا يحقق لها دائماً المكانة العليا، ونحن نفتخر بالفعل بما حققنا ونعتز بما قدمنا، ودائماً نطمح لإجراء كل ما يكون لصالح المرأة الأردنية. شكرا. فكل عام والمرأة الأردنية وأم الشهيد بألف خير، وذلك أؤكد دائماً على وجود الإرادة السياسية العليا أيضاً لجلالة سيدنا، فإن شاء الله دائماً يعني نلتقي بخير، ولعل ما أجمل ما تتزامن هذه المناسبة مع يوم الكرامة أيضاً ويوم الأم، فكل عام والجميع بألف خير. شكراً. الأمين العام، إخواني حكينا في مناسبة حكينا فيها كلها، يا وفاء، وفاء نفس الموضوع، أعطي وفاء، وبعديها في عندنا بند ما يستجد من أعمال. شكرا سعادة الرئيس، خليكم قاعدين تحكوا. شكرا. تفضلي. سيدي الرئيس، السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب الكرام، لقد خرجت علينا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رئيسة لجنة المرأة الوزارية في المحافل الدولية والمحلية المتتالية لتوزع أوسمة الإنجاز النسوي والبطولات وشهادات العمل الوطني على من تريد من زمرتها، مدعية فضلاً وانتصاراً ليس لها. وفاء، وفاء، هذا في بند، في بند ما يستجد من أعمال، تحكي بدك إياه اختصار، احكي تفضلي. لو سمحت. نعم، شكرا سعادة الرئيس. ليس لها ولا يعنيها، وهي التي لم نراها في أي من اجتماعات لجان وكتل المجلس، هذه الوزيرة التي تجاهلت متعمدة دور البرلمان الأردني وبغرفتيه، دور كل لجانه وكتله ورجاله ونسائه، هذا البرلمان الذي دخلته أول امرأة في عام 93 بدعم وعطاء من الشعب الأردني، ولن يتوقف عند عطاؤه عند رسمية أو ديمة، مروراً بناريمان وفلك ورولا وتمام وفاطمة ومريم اللوزي وريم أبو دلبوح وحياة وإنصاف صاحبة الأربع دورات وشاها والبرلمان الذي جاد علينا وجادت به علينا الكرك بثلاث سيدات، خرجنا من أصعب الدوائر والمناطق، حققنا أفعالاً لا أقوالاً وخطابات المنجز التمثيلي والرقابي والتشريعي للأردن كله. لن نسمح لأمثالك ممن ينظرون إلينا بعيون المستشرقين، لن نسمح لإمثالك ممن ينظرون إلينا بعيون المستشرقين بتقزيم إنجازاتنا ودورنا كمؤسسة تشريعية ورقابية ليس لأشخاص وإنما لمؤسسة، وأعلن باسمي وباسم عدد من زميلاتي عن مقاطعتنا لكافة أعمال لجنة المرأة الوزارية ما دامت من لا تعرف الأردنيات ومن لا تحترم البرلمانيات رئيسة لها، وشكراً. شكراً. إخوان
أي كلمة خرجت فيها إساءة تشطب محضر الجلسة. إخوان الأمين العام. شكراً سيدي الرئيس. جدول أعمال الجلسة 24 المقرر عقدها في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الأحد الواقع في 3 رجب 1440 هجرياً الموافق 10/3/2019 ميلادية. أولاً تلاوة ملخص محضر الجلسة السابقة. ثانياً تلاوة الإجازات والاعتذارات. ثالثاً الردود على الأسئلة. سؤال رقم 12 كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 3414 تاريخ 6/5/2018 ومرفقه كتاب معالي وزير العمل جواباً على السؤال رقم 304 والمقدم من سعادة النائب الدكتور صداح الحباشنة. احنا قدمنا سؤال معالي وزير العمل لأنه عنده ارتباط رسمي فسامحونا. تفضل صداح بيك، هسه بخلي معالي الوزير ترد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أود أن أنوه إلى موضوع قد استفز مشاعر جميع الأردنيين، وهو تعيين وزيرة السياحة والآثار السابقة سفيرة لدى دولة اليابان. يا صداح ما تعي، أنا ما بعرف هذه. خليك بالسؤال، خليك شريكي في الجريمة. خليك بالسؤال، لازم تحاكم. خليك بالسؤال. ما تم تعيينها وكله كلام فيسبوك هذا. خليك بكلامك، تفضل. خليك بالسؤال. زين، هذا شريكي في الجريمة يجب أن تحاكم ويجب إيقاف تعيينها، مو إحنا الناشد الشعب الياباني. والحكومة اليابانية توقفوا. صداح حرام عليك يا رزاز. صداح. طيب، أما بالنسبة لرد الحكومة على السؤال الذي كنت قد وجهته إليها، أرى بأن جواب الحكومة على هذا السؤال المهم الذي يتحكم بمصير ومستقبل أموال الضمان الاجتماعي للشعب الأردني قد جاء مضللاً وفيه نوعاً من الاستهتار واللامبالاة، وبدل من إعطاء الإجابة المباشرة ذهبت إلى ذكر نصوص قانونية لا داعي لذكرها، خصوصاً وأن سؤالي كان واضحاً ومباشراً، وهو ما هي الأسس التي تتيح لوحدة الضمان الاجتماعي حق التفرد بالقرار الاستثماري دون الرجوع إلى مجلس إدارة الضمان الاجتماعي المؤسسة الأم. سيدي، حقيقة الأمر قد تجنب هذا الجواب إظهار المعلومات الحقيقية وتعمد إخفاء حقيقة كيف تتم عملية إدارة أموال واستثمارات الضمان الاجتماعي التي هي أموال الشعب الأردني، وخاصة وأن هذه الحقيبة تشكل صورة سيادية أمنية ومجتمعاتية وسياسية. بمعنى آخر، من حق الشعب الأردني أن يعرف مصير أمواله واستثماراته، وأموال الضمان الاجتماعي في نهاية المطاف هي أمواله، وأن عدم وجود حسيب أو رقيب عليها وعدم الاهتمام بها أو عملية التفرد بإدارة هذا الصندوق واتخاذ قرارات غير محسوبة النتائج، فإن ذلك يشكل خطورة على الأمن الاجتماعي الأردني، والذي لا سمح الله إذا هي تعتبر سقطة للوطن إن سقطت هذه الحقيبة أو تم عملية التلاعب بها. مع العلم أن المتتبع لاستثمارات هذا الصندوق يرى أن هناك إسرافاً في الإنفاق على الرواتب والمكافآت والسفرات والتنفيعات، كما أن عدم إخضاع هذا الصندوق للرقابة سوف يؤدي إلى خضوعه إلى المزاجية والسمسرة وتوجيه أمواله إلى استثمارات فاشلة كما هو حاله الآن، فإن أغلب الاستثمارات تذهب إلى الاستثمارات في القطاعات الفاشلة أو المنهارة ولا تذهب أو توجه إلى القطاعات الناجحة. وقد علمت من بعض الزملاء ومنهم غازي الهواملة أن هناك سقطات قوية في إدارة هذا الصندوق، وهناك خسائر فادحة تحل بالقطاعات التي يستثمر فيها هذا الصندوق، مثل صندوق عمان المالي حيث بلغت الخسائر فيه حوالي 1 مليار دينار، كما قامت الحكومة بتوجيه أعضاء إدارة هذا الصندوق بشراء أراضي بقيمة مالية ضخمة جداً لا تقارب حقيقة سعر الحقيقي، مثل أرض القسطل وأراضي عند المطار حيث كان رئيس الوزراء الحالي مديراً لمؤسسة الضمان الاجتماعي،
ويتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر التي تلقاها هذا الصندوق من جراء شراء هذه الأراضي. وأخيراً وبناء على هذه الإجابة، إجابة الحكومة الغير مقنعة ولخطورة هذا الملف وأهميته لأنه يمس ويتحكم بمستقبل أموال الشعب الأردني، فإنني بإذن الله سوف أقوم بتحويل هذا السؤال إلى السجوة. يعني ما بدك تسمع جواب الوزير؟ ما مش مقنع، إذا في عنده شيء جديد ما في مشكلة. خلينا نسمع، تسمع جواب الوزير؟ معي وزير العمل، تفضل. يعني بعد إذنك بس يا صداح بيك، السؤال لمن؟ الذي هو في غاية الأهمية. أود أن أطمئن سعادة النائب المحترم أن آلية اتخاذ القرار الاستثماري في الوحدة الاستثمارية هي آلية واضحة تماماً وتسند دائماً وأبداً إلى القانون. السلطات كما هي أو الصلاحيات كما هي، المادة 11 تحدد صلاحيات مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، المادة 14 تحدد صلاحيات صندوق الاستثمار. بالنسبة للقرار الاستثماري تبدأ الوحدة في بداية كل عام بتقديم سياسة استثمارية واضحة إلى مجلس الإدارة. بناء على هذه السياسة الاستثمارية والتي يتم مناقشتها يتم إقرارها، ووجب على صندوق الاستثمار التقيد الكامل بالسياسة الاستثمارية الذي كان وقد وافق عليها مجلس إدارة الضمان الاجتماعي. أما بالنسبة لآلية الاستثمار فهي على النحو الآتي: تأتي أي فرصة استثمارية إلى صندوق الاستثمار، يقوم المدير المختص بدراسة هذه الفرصة الاستثمارية، وإن وجد أن هذه الفرصة قد يكون لها نوع من الجدوى ترفع إلى اللجنة الداخلية للاستثمار، وهذه اللجنة مكونة من مدراء في الصندوق زائد مختصين من موظفين الصندوق، ويرأس هذه اللجنة رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. تدرس هذه الفرصة بعناية، وفي حال تبين أن هذه الفرصة ذو جدوى وقد يكون لها عائد مالي مجدي ترفع إلى مجلس الاستثمار، وهذا المجلس يرأسه رئيس مجلس معين بالإضافة لرئيس المجلس الذي كان تعيينه من قرار مجلس الوزراء. هناك 4 أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، وهناك ممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب العمل. تدرس أيضا هذه الفرصة وهذا التنسيب، ويتم التحقق أن هذه الدراسة تتوافق تماماً مع السياسة الاستثمارية. إذا تم التوافق على أنها فرصة استثمارية مجدية يؤخذ القرار الاستثماري. أعيد وأؤكد، لا يوجد أي انفراد بالقرار، وهناك عدة مراحل يخضع صندوق الاستثمار إلى الرقابة الداخلية والرقابة من قبل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، كما أن هناك مدقق خارجي وتخضع إلى جميع أنظمة وقوانين الدولة الأردنية. لا يوجد أي انفراد بالقرار، أؤكد مرة أخرى، وقد كان في العام الماضي جلسة رقابية مخصصة لهذا الموضوع وتم إيضاح الموضوع بالكامل. وعلى الرغم من ذلك فأنا مستعد لأي سؤال، لأي لقاء مع سعادة النائب لإيضاح الصورة بالكامل إن لم يكن هذا الوضع شافي. وبرجع بأكد أنه لا يوجد أي انفرادية بأي قرار، وهو عمل ممنهج ومدروس بالكامل. وشكرا. شكرا. صدح بك. لا يا سيدي، أول شيء هو الإجابة عندي، ليش أنا استعجلت في أنه تحويل الاستجواب؟ لا لأني بقح اليوم. سلامتك. إحنا شوف الجواب قدامي ومعالي ما جاب شيء جديد، زين؟ الشيء الثاني، هناك مشاريع فاشلة، جميع مشاريع الضمان فاشلة. سيدي العزيز ليش ما يخضع؟ أنا بدي رقابة عليهم، طيب كيف بدي أحاسبه؟ ما هي دولته كان سبب، كان رئيس لمجلس الضمان الاجتماعي، إدارة مجلس الضمان الاجتماعي، وهي في مشاريع فاشلة من عهده مثلا. طيب مين يتحمل المسؤولية الآن؟ أنا بدي الآن رقابة، أنا بدي
أنا بدي أفرض على هذا الصندوق، هو صندوق أموال الشعب الأردني، هذه يجب أن تكون مؤسسة تتبع المجتمع، هي مؤسسة مدنية. ليش إنه الحكومة هي مسيطرة عليه؟ أنا بدي إنه مجلس النواب إنه يفرض الرقابة أو أي جهة أخرى، في حال إنه فشلت هذه المشاريع نقدر نحاسبه. يعطيك ألف عافية، وأنا بحوله للاستجواب. شكرا، انتهى. الأمين العام. شكرا سيدي الرئيس. ايش يا غازي؟ خلي نقطة، شو نقطة النظام؟ شو نقطة النظام اللي عندك؟ ما في نقطة نظام. الآن النظام الداخلي ذكرنا أخونا صداح. والله يسامحه بس ما ذكرش غيرك يعني هو. يجوز إنه يعني متوسم فيه الخير. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقطة النظام. سعادة الرئيس. نقطة النظام. الآن إحنا موضوعنا أنا لنقطة النظام لأنك خالفت النظام وانطلقت إلى الأمين العام قبل إعطائي دوري. إيش نقطة بناء النظام؟ على النظام الداخلي. إيش نقطة النظام؟ أخذنا نقطة النظام الآن. الآن ذكرت من قبل أخونا صداح. نعم. وكل الشكر لأخي صداح. الآن من حق المجلس أن يعلم إذا كان ثمت معلومات معينة وصلت لصداح أو غير صداح من خلالي أنا كزميل إله. هذا مش من حق المجلس، مش من حقي أنا أرد الآن فيما إذا كان هذا الكلام لا يعول عليه. صح سعادة الرئيس؟ احكي تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سعادة الرئيس، الزملاء، هذه الحقيبة حقيبة الضمان الاجتماعي. لا يا أخوي، لا بدي أنا ذكر اسمك بدك توضح أنت إشي معين باللي حكاه عشان ذكر اسمك تحكيه. بس أنا بدي أوضح وين سقطات الضمان الاجتماعي. لا حقيقة. الأمين العام. الأمين العام. شكرا سيد الرئيس. بعرض سؤال رقم 14 كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8186 تاريخ 15/11/2018 ومرفقه كتاب معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي جوابا على السؤال رقم 691 والمقدم من سعادة النائب الدكتورة ديمة طهبوب. دكتورة ديمة. شكرا سعادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الإخوة في الكنترول ما تشغلوا السلايدات لو سمحتوا إلا لما أطلب منكم. لقد وجهت في 4/10/2018 سؤالا إلى الحكومة عن كيفية تحديد الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة والغنية، وكان القصد من السؤال معرفة الأحوال المادية للفرد والأسرة الأردنية ومقدار دخولهم. وللأسف فإن الحكومة عمدت وما زالت تعمد حتى الآن لإخفاء المقياس الأدق في تحديد الطبقات الاجتماعية، وهو مقياس خط الفقر. وآخر إحصائية نشرتها دائرة الإحصاءات كانت عام 2010، وكان خط الفقر في ذلك الوقت زملائنا الكرام 813 دينار للفرد، وقد مرت على تلك الإحصائية ما يقارب 9 سنوات. ومن معلوماتي في دائرة الإحصاءات العامة أن الإحصائية الجديدة لخط الفقر جاهزة الآن، ولكن الحكومة لا تنشرها. فبيجي السؤال، لماذا تتعمد الرئاسة للآن إخفاء هذه المعلومة عن خط الفقر؟ رح أقول لكم ليش الرئاسة بالرغم من المعلومة جاهزة للآن ما بتنشرها. لأنها لو نشرت مقدار خط الفقر لن تستطيع تمرير القوانين الضريبية كضريبة الدخل وضريبة المبيعات، لن تستطيع تمرير شرائح الضريبة ومن تنطبق عليه الضريبة ومن لن تنطبق، لن تستطيع تمرير الحد الأدنى من الأجور، لأنه رح نعرف إنه الحد الأدنى من الأجور مش بس خط الفقر، هو واقع تماماً. لن تستطيع تمرير الموازنة والحزم الضريبية الأخرى. لن تستطيع الحكومة إذا نشرت خط الفقر أن تقول للشعب إنه الطبقة الوسطى انتفت واختفت تماماً، والآن وهذه الطبقة صمام الأمان الاجتماعي تتقلص وأصبحنا إما غنياً مقتدراً أو فقيراً مفلساً. وهنا السؤال، لماذا الإخفاء يا حكومة في دولة الشفافية؟ أليس من حق المواطن أن يعرف تصنيفه بناءً على دخله وما يحتاجه من أساسيات؟ هل تظنون أن خط الفقر بقي على ما هو عليه من 2010؟ مع زيادة الدين العام والبطالة وارتفاع الأسعار والضرائب. في ظل غياب المعلومات الدقيقة زملائي الكرام اضطررت أن أبحث بنفسي، فلجأت أولاً إلى تقرير البنك الدولي،
ومن ثم إلى قياس الفقر في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقرير 2015، ومن ثم تقديرات الفقر في الدول العربية للمعهد العربي للتخطيط. فكانت الإجابات كما يلي: ورد في جواب الحكومة أن الحكومة تعتمد في تحديد الطبقات الاجتماعية، وهنا المضحك المبكي، تعتمد على تقدير السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد يومياً، وتحسب كلفة السعر الحراري الواحد من خلالها كلفة السلة الغذائية. يعني بتحس الحكومة زي خبير التغذية القلقان على صحة وحمية الأردنيين، وكل ما زادت استهلاك السعرات الحرارية بتزيد طبقتك الاجتماعية. يعني حدد طبقتك الاجتماعية بناء على وزنك واستهلاكك من السعرات الحرارية. كلما ثقل الوزن كانت الطبقة أعلى. الأدهى من ذلك أن هذا المقياس صحيح ويعرف عالمياً، وهو من مقاييس البنك الدولي بمقياس الجوع، مقياس الجوع العالمي Global Hunger Index، لكنه لا يقيس الفقر بل يستخدم في البلدان المنكوبة. يعني الحكومة الظاهر بتعاملنا أنه بلد منكوب وبتعاملنا بهذا المقياس على أساسه، بينما الأصل في الدول المستقرة وبحسب كل الدراسات أن تستخدم مقياساً اسمه مقياس الفقر المتعدد الأبعاد Multidimensional Poverty Index، الذي يقيس مش بس قديش بتاكل وقديش سعراتك الحرارية ووزنك بناء على أو طبقتك بناء على وزنك، بيقيس الحرمان في الصحة والتعليم والمستوى المعيشي. جواب الحكومة زملائي الكرام كان عاجزاً تماماً عن تحديد ما هي الطبقة الفقيرة والمتوسطة والغنية. يعني أنا كنائب ما عرفت مين هي الطبقة الفقيرة عنا وقديش مقدار دخلها، وما عرفت مين الطبقة المتوسطة أو الغنية. لذلك لجأت مزيداً، وهنا اسمحوا لي بالسلايدات زملائنا عشان نشوف المشهد جميعاً، في موقع معروف محرك بحث من الأضخم في بحث مستوى تكاليف المعيشة اسمه موقع نيمبيو، وفيما يلي النتائج كما ترونها: تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة من 4 أفراد دون الإيجار تقريباً 1803 دنانير، تكلفة المعيشة الشهرية للفرد من غير إيجار 507 دنانير، الوجبة في المطاعم التجارية 5 دنانير، وجبة متوسطة لشخصين ب30 دينار. هذه بعض المقاييس. نكمل لو سمحت. 1 لتر من الحليب دينار 21 قرش، كيلو أرز أبيض دينار 12 قرش، 12 بيضة دينار 65، كيلو التفاح بدينار 42، كيلو البندورة ب58 قرش، وهذا في المتوسط، إحنا بنحكي كيلو البطاطا ب74 قرش. أما المقياس الثاني اللي هو الورلد إندكس، فيحدد أن عمان ثاني أغلى العواصم العربية. أما المقياس الثالث والذي كتبه مواطن إلى دولة الرئيس إبان مناقشة الموازنة، فقال لك يا دولة الرئيس: الاحتياجات الأساسية الضرورية لأسرة للبقاء على قيد الحياة هي 634 دينار شهرياً، بدون علاج، بدون سكر، بدون شاي، بدون لحمة، بدون دجاج، بدون كسوة، بدون خضار ولا فواكه. الفقر زملائي الكرام ليس أكلاً ولا سعرات حرارية فقط، الفقر في مفهومه العام هو عدم مقدرة الشخص على توفير الدخل اللازم لتلبية الحاجات الأساسية، والحاجات الأساسية هي غذاء ومأوى وملبس وتعليم وصحة ونقل. هذا اللي بتمكن الإنسان إنه يعيش حياة محترمة. بهذا التعريف زملائي الكرام قد يغدو معظم الشعب طبقة فقيرة، وأنتم أيها الحكومة لا تصارحوننا بحقيقة وضعنا ولا تعلنون الحقائق التي من حقنا أن نعرفها، وستظل وراءكم إلى أن تنشروها. وما لم تعطيني الحكومة إجابة على تحديد خط الفقر وهو الأدق في تحديد الطبقات الاجتماعية خلال 2 أسبوع فسأحولها إلى استجواب. اسمح لي بدقيقة فقط سعادة الرئيس.
يعني ما بدك تسمعي جواب الحكومة؟ لا بسمعه، بس أنا بدي أعطيها أسبوعين على أي الأحوال. بدها تعطينا قديش خط الفقر، بما إنه دائرة الإحصاءات بتقول الإحصائية جاهزة يجب أن تنشر. سأختم سعادة الرئيس بما قاله الشاعر عواد المهداوي فيقول: قل للحكومة ما هذا الذي يجري؟ ما ظل خط لدى شعبي من الفقر؟ قد أمست الطبقات في وطني ثنتين إحداهما في العيش كالقصر، أولاهما تنفق الأموال طائلة وليس تعرف معنى آخر الشهر. لكن ما الراتب الحيران مبتئس، ماذا سيكفي وماذا فهو لا يدري؟ ألي الفواتير إن زدتم ضرائبها فأصبح الهم منها في الحشا يجري؟ أم للمدارس أم للجامعات وما فيها من الدفع ما يغني عن الذكر؟ أم للقروض فجل الشعب مرتهن لدى البنوك وما فيها من القهر؟ يا ذا الحكومة إن الشعب في ضنك، لا ترهقيه وتذكي النار في الجمر. شكرا سعادة الرئيس. شكرا. دولة الرئيس. شكرا سيادة الرئيس، وأشكر سعادة النائب على سؤالها الهام، ولكن اسمحوا لي أن أقول أن سعادة النائب خلطت بين الجانب الفني البحت، وهو الجانب الفني هي منهجية عالمية معتمدة من كل الدول التي تشارك في قياس الفقر وفق منهجية محددة، وبين واقع الواقع المعيشي في الأردن وهو مهم أيضا. خليني أبدأ بالواقع المعيشي يا أخوان، وأحكي أيضا عن التاريخ اللي ستصدر في الدراسة. كلنا ندرك أن الواقع المعيشي صعب، وأن هناك تباطؤ اقتصادي وبطالة وتعطل عن العمل أدت كلها إلى تراجع في مستوى المعيشة، ندرك ذلك. ولكن إذا أردنا أن نعالج هذه المشاكل علينا أن نحدد طبيعة الفقر وأشكاله واختلافه بين المدن والقرى والبوادي، واختلافه بين الجامعيين وغير الجامعيين والأسر الكبيرة والأسر الصغيرة. هذا الموضوع يتطلب تحليل. نحن لم نرضى استخدام الأرقام السابقة للـ 2010 لأنه ندرك تماماً أن هناك تغير كبير حصل في الثمان سنوات الأخيرة، ولذلك حثينا دائرة الإحصاءات الانتهاء من جمع المعلومات ومن ثم تحليلها. تحليلها يتطلب عمل، وهو عمل منهجي. لا يجوز لا اجتهاد من سعادتها ولا اجتهاد مني نقول حسبوه بهالطريقة أو حسبوه بهذاك الطريقة. اللي تفضلت فيه سعادتها بصراحة ليس دقيق. إحنا لا نحسب الفقر بطريقة ما تسميه هو مقياس الجوع، هو مسمى العلمي الفقر المدقع. كل دولة تبدأ بحساب الفقر بالسعرات، ولكن تضيف عليه النفقات الأخرى من مسكن وملبس وغيرها حتى توصل من الفقر المدقع إلى الفقر المطلق، وبعد ذلك تحدد أيضا الفقر النسبي. كل الدول فيها الفقر النسبي، حتى الدول الأوروبية فيها فقر نسبي، ونستخدم هذه المعايير. لذلك أؤكد لكم أننا سننشر هذه المعلومات، وليس فقط ننشر المعلومات، إحنا مش غرضنا فقط قياس خط الفقر، إحنا واجبنا كحكومة وضع سياسات تعالج هذه التحديات. أكان في مستوى الدخل، أكان في فرص العمل، أكان في الصحة والتعليم والمؤشرات الأخرى للفقر. فما نعمل عليه بشكل حثيث هو إنجاز هذه الدراسة، وبالتأكيد ستكون هذه الدراسة موجودة خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، لأنها مسودتها موجودة معنا ونحلل فيها، وسيرافقها أيضا إعلان عن الخطوات اللي بدنا نعملها لمساعدة أسرنا الفقيرة. فالهدف من هذه الدراسة وعلاجها ليس توجيه أصابع الاتهام، ولكن الرفع، العمل على رفع مستوى المعيشة لمواطنينا وبشكل أخص الأسر الفقيرة، وهي بالتأكيد ظاهرة منتشرة وازدادت انتشارا في الفترة الأخيرة. شكرا. شكرا. تفضل ديما بيك.
أعطي ديما. شكراً سعادة الرئيس. أنا يعني تحديدي لهذه المصطلحات، وطبعاً أكيد دولة الرئيس هو أخبر فيها، جاء بناءً على اعتماد المعايير المستخدمة إما في تقرير البنك الدولي أو قياس الفقر كما ذكرت في منظمة التعاون الإسلامي، وهم يحددون أن مقياس الفقر بالذات هو، أو عفواً مقياس السعرات الحرارية، هو مقياس ما يسمى بمقياس الجوع العالمي. الأمر الآخر، الدراسة جاهزة دولة الرئيس حسب المصادر اللي حكيت معها في دائرة الإحصاء وهي تنتظر النشر، فإما أن تكون دائرة الإحصاء لا تعطينا المعلومات الدقيقة أو أن دولتك لا تمتلك هذه المعلومة. أنا اللي برجع وأكده، نريد خط الفقر لأنه هو حسب كل معايير الدراسات هو الأدق في تحييد الطبقات الاجتماعية. ماذا يمنع الحكومة من أن تصدر نتائج خط الفقر وبالتالي نعرف أين نقع نحن في هذا السلم الاجتماعي وكل القرارات الاقتصادية التي تنبني على ذلك؟ كما قلت سعادة الرئيس، المعلومات مبنية على دراسات أخذتها من أكثر من مصدر معتمد بما فيها البنك الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، واعتمدت على جواب سؤال الحكومة أنها المعيار التي قدمته هو الأغلب معيار السعرات الحرارية، والأهم من ذلك كله لنعتبر دولة الرئيس أن هذه المعلومات غير دقيقة. أنا أريد أن ينشر خط الفقر بما أن المعلومة جاهزة لدى دائرة الإحصاء خلال أسبوعين، وإلا سعادة رئيس أو نائب رئيس المجلس أنا سأحول هذا السؤال إلى استجواب للحصول فقط على هذه المعلومة وهو خط الفقر لدى المواطن يعني الأردني. شكرا. يعني مهلة أسبوعين لتحديد. أود أن أحيط مجلسكم علماً بأن لجنة الخدمات والنقل قد اجتمعت بتاريخ 5/3 وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب وأصحاب السعادة النواب ونائب رئيس الوزراء ومعالي أمين عمان وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة ومساعد مدير الدفاع المدني ورئيس غرفة تجارة عمان وعدد من النقباء وممثلين عن القطاع التجاري، وذلك لبحث تداعيات المنخفض الأخير والوقوف على الأسباب والمسببات التي نتجت عن السيول ومحاسبة كل من يثبت تقصيره والذي أدى إلى فقدان روح مواطن وغرق الكثير وتلف ممتلكاتهم. وكان هناك الكثير من الذين تضرروا من السيول التي غمرت محلاتهم التجارية في جميع أنحاء عمان، الذين قدرت خسائرهم بسبب السيول بالملايين. وسيتم متابعة اللجان والاجتماع مع اللجان التي شكلتها الحكومة لمعرفة ما وصلت إليه من نتائج وتقييم الأضرار بالسرعة الممكنة. وكما تم التوافق مع غرفة تجارة عمان والنقباء المعنيين وممثلين القطاعات التجارية، وتم الوصول إلى التوصيات التالية لرفعها للحكومة: 1- حصر الأضرار الناتجة عن السيول بالسرعة الممكنة. 2- إشراك النقابات والمؤسسات مع الشركة الخاصة التي اعتمدتها الحكومة لتحديد المسؤولية الناتجة عن السيول. 3- التعويض المباشر ولو جزئياً عن الأضرار بالسرعة الممكنة. 4- إعفاء التجار المتضررين من ضريبة المبيعات والدخل ورد الرسوم الجمركية عن البضائع التالفة. 5- إعداد دراسة هيدرولوجية جديدة لمدينة عمان من أجل تفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. 6- تزويدنا بالنتائج التي ستخلص إليها اللجان التي شكلتها الحكومة والأسس التي اتبعتها في قيامها بأعمالها. وفي الختام، وعلى الحكومة الإسراع بالعمل بهذه التوصيات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. شكراً سيد الرئيس. شكراً. سؤال رقم 6 الأمين العام. الأمين العام. شكراً سيد الرئيس. سؤال رقم 6، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 6308 تاريخ 9/9/2018 ومرفقه كتاب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جواباً على السؤال رقم 578 والمقدم من سعادة النائب السيد أحمد هميسات. سعادة النائب أحمد هميسات. شكراً سعادة الرئيس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعادة الرئيس، أتمنى أن يتم تكثيف الجلسات الرقابية. أنا لي أكثر من 50 سؤال وجوز هذا رقم 3 ليتم إدراجه على جدول الأعمال. أين مصير هذه الأسئلة؟ وأنا متمسك بجميع الأسئلة سعادة الرئيس. سعادة الرئيس، بالبداية يجب أن تكون جامعاتنا مصانة ومحمية من كل التدخلات الفردية.
والشخصية التي تؤثر على سمعة جامعاتنا، حيث كنا رواد في المنطقة بأكملها، ويشار إلى جامعاتنا بالبنان. فيما يتعلق بالسؤال الأول أو الشق الأول من السؤال والخاص بموضوع قضية التوفل، وردت إجابة الحكومة بأن القضية منظورة أمام القضاء، ولكن ألم تنتهي التحقيقات في هذه القضية يا معالي الوزير منذ ما يقارب السنة؟ أم هل طوي الموضوع؟ أيضاً أين إجراءات الجامعة من الناحية الإدارية؟ فإنه حسب نظام الجامعة المادة 43 التي تتيح لرئيس الجامعة كف يد العضو للهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية: إذا أحيل إلى مجلس تأديبي، إذا أحيل المدعي العام، وهذا ما يهمنا يا سعادة الرئيس، إذا أحيل إلى المحكمة المختصة. نحن لا نسأل عن الإجراءات القضائية، بل نسأل عن الإجراءات الإدارية المتخذة من قبل إدارة الجامعة، واستمرار السماح لأعضاء هيئة التدريس بممارسة العمل وتخريج الأجيال وهم متهمين بقضية تزوير، علماً بأن رئيس الجامعة الحالي وفور توليه منصب رئيس الجامعة يقوم بإصدار تعليمات بإلغاء اجتياز امتحان التوفل لأعضاء هيئة التدريس من تاريخ 24/1/2018 فما دون، وكأنه يضرب بعرض الحائط قضية التوفل المزورة. هل يجرؤ معالي وزير التعليم العالي على كشف الأسماء التي تريد التستر على هذا الموضوع في الجامعة الأردنية؟ أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال حول قبول بعض الطلبة في الجامعة الأردنية بتخصص الطب، حيث يوجد بعض التجاوزات يا معالي الوزير والمخالفات بقبول خارج نظام القبول الموحد، حيث هناك عدالة ومساواة بين أبناء الطلب وإخضاعهم جميعاً للقبول الموحد. وفيما يتعلق بالسؤال حول منح مجموعة من الطلبة الشهادات والسماح لهم بالتسجيل على الرغم من وجود قضايا اعتداء من قبلهم، وردت إجابة الحكومة بأن تلك القضايا ما زالت منظورة أمام لجان التحقيق المختصة لدى عمادة شؤون الطلبة. علماً أيها الأخوة الزملاء المحترمين، لقد تم الاعتداء على رئيس اللجنة العليا للانتخابات في الجامعة، وهذا يحتاج للبت فيها، ونقول الإجابة بأن التحقيق ما زال جارياً. والسؤال إلى معالي الوزير: كيف ستتم ملاحقة هؤلاء في حال الثبوت؟ ومنهم من تابع الدراسات العليا، ومنهم من توظف، ومنهم من سافر، وهل ستلغى وظيفة من تم تعيينه؟ نحن نطالب بالحفاظ على سمعة الجامعة وسمعة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة منها. أما فيما يتعلق بالشق الثالث من السؤال، وهنا المصيبة يا معالي وزير التعليم العالي، الامتحان عن طريق الواتساب. وردت إجابة الحكومة بأنه تم تشكيل لجنة وخرجت بتوصيات وتم تنفيذها. نريد أن نعرف ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها بحق عضو هيئة تدريسية قام بإرسال أو بامتحان أحد الطلبة عبر الواتساب، وهو اعتراف نفس الدكتور أنه امتحن هذا الطالب وهو خارج البلاد عن طريق الواتساب، وما زال هذا الأستاذ الدكتور يمارس عمله على رأس عمله في الجامعة الأردنية وبشكل طبيعي. أما فيما يتعلق بالسؤال بالشق الثاني من السؤال، إعطاء أحد الطلبة من إحدى الدول العربية علامة وهو خارج البلاد ولم يحضر الامتحان، فإنها منظورة أمام لجنة التحقيق. يبدو أن أمور الجامعة محالة إلى لجان التحقيق كاملة يا معالي وزير التعليم العالي. زملاء على مقاعدكم يا زملاء اللي عند الوزراء. وفيما يتعلق بالشق الخامس من السؤال شروط دعم الطالب، وردت إجابة بأن موازنة الجامعة تخلو من هذا البند لهذه الغاية، ولا يوجد في وحدة الصناديق المالية صندوق الطالب الفقير،
ولكن يوجد حساب مفتوح لغاية التبرعات المقدمة من الأفراد والشركات والمؤسسات وفق شروط معينة. ولكن هل المساعدات والهبات من الأفراد والمؤسسات لم يستفد منها أي طالب؟ وأين تذهب هذه الأموال المتأتية من البشر من المتبرعين؟ ولدي معلومات تفيد بأنه لم يستفيد ولا طالب من هذه التبرعات منذ سنوات عديدة. وفيما يتعلق بموضوع تخصيص الكافتريات في المستشفى ومن المستفيدين من ذلك، وردت الإجابة بأنه تم طرح العطاء وتم إلغاؤه. لماذا تم إلغاؤه يا معالي الوزير؟ وما هو سبب الإلغاء؟ وإذا كان هناك أي شبهة في العطاء، لماذا تم طرحه؟ وأريد أن أسمع إجابة سعادة الرئيس من معالي الوزير، وشكراً. شكراً معالي وزير التعليم العالي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سعادة النائب، أرجو أن أبين أن سؤال سعادتكم كان قد وجه للحكومة في شهر 8 من عام 2018، وكتب الجواب عليه في شهر 9 2018، وأرفقه دولة الرئيس إلى سعادة رئيس المجلس في ذلك الوقت. وبالتالي كان موضوع أن الأمور في لجان التحقيق كان أمراً صحيحاً في سياقه. لا زالت الأجوبة بالنسبة لكم معلقة، لأنكم لم تتلقوا إجابة عليها لغاية هذه اللحظة. ولو أن هذا الأمر بحث في حينه في شهر 9 لكان الأمر واقعاً، بمعنى أننا نازلنا نحقق الآن. أنا من أعتقد أنه من المناسب أن إذا كانت هذه الأسئلة ما زالت قائمة وهي كذلك بالنسبة لك، أن تمنحنا وقتاً حتى نستطيع بصفتي أنا الوزير الجديد، لأن هذا كان في عهد وزير سابق وفي عهد رئيس جامعة سابق، أن نعود لنجيب على هذه الأسئلة مرة ثانية، لأنني لا أملك الأجوبة عليها في وثائقنا الآن. إنما إن سئل السؤال مرة ثانية في نفس السياق في نفس المواضيع سأعطيك الإجابة عليها من جديد. الأمر الشيء الوحيد اللي أستطيع أن أجيب عليه الآن أن الجامعات لا يوجد فيها كل واحدة يحيى فيها صندوق لدعم الطالب، وإنما صندوق دعم الطالب موجود في وزارة التعليم العالي، إنما تتوفر للجامعة بعض التبرعات يمكن منها مساعدة بعض الطلبة. إنما لا زالت هذه الأجوبة كما تفضلت سعادتك الأجوبة معلقة، لأنها كانت في سياقها الزمني في ذلك الوقت. إذا بتسمح لي سعادة الرئيس أن أنتهز الفرصة لأجيب على قضية المدارس التي أثارها سعادة النائب والتي أثيرت في الصحافة هذا اليوم. هناك مجموعة من المنح. عن أي سؤال؟ مين مصلحة الطراونة؟ الطراونة نعم. لا هذا مش وقته أساسي. لو سمحت. لو سمحت هذا بعدين بمستشفى الأعمال جاوب عليه. لأنه لازم إذا بتسمح لي سعادتك أنا لازم أغادر، فيه عندي لقاء مع جلالة الملك. باختصار باختصار ماشي. باختصار. كلمتين بس. ماشي تفضل. كلمتين. هناك مجموعة من المنح تسير بالتزامن مع بعضها البعض. أعلن بالأمس عن منحة من صندوق الائتمان الأوروبي ومنحة من بنك الإنماء الألماني لبناء 23 مدرسة في منطقة شمال الأردن ومنطقة وسطه. وهناك كانت منحة في الشهر الماضي ب 14 مليون يورو من ألمانيا، وخصصت لمدارس موجودة في منطقة الجنوب. لم يجري الإعلان عنها بالضخ بالزخم التي أعلن عن ما جرى بالأمس، بسبب أن منحة مدارس الجنوب وقعت في ألمانيا ولم توقع هنا. وهناك المنحة الثالثة وهي منحة الوكالة الأمريكية للإنماء. هناك مدرستين إحداهما في الثنية تسلم المواقع المقاول الموقع، ومدرسة أخرى في مدينة مؤتة هي قيد الدراسات الآن، وأعتقد أن هناك مدرسة اكتملت في مدينة الكرك. فالمدارس من جميع المنح تغطي جميع مناطق المملكة حسب ما هو موجود في وثائقنا. وشكرا سيد أحمد همسات. سعادتك تفضل. شكرا سعادة الرئيس. سعادة الرئيس،
أنا أمهل معالي الوزير شكراً له على هذه الإجابة والشفافية، ولكن من أجل درة الجامعات، من أجل أم الجامعات الأردنية يا معالي الوزير ومسيرة التعليم العالي، أنا لا أريد أن أحول هذا السؤال إلى استجواب حتى تصلني الإجابة، وأنا أتمنى أن تصلني الإجابة بأسرع وقت. بلاش نمتحن بعدين على الفيسبوك سيدي بدال الواتساب. شكراً سعادة الرئيس. شكراً أخواني، هسه بعطيك خير بيك، بس اعترضوا على تقديم بعض الأسئلة أخواننا. تم تقديم بعض الأسئلة في ارتباط بالديوان الملكي لبعض الوزراء بالديوان الملكي الساعة واحدة، فبدك تسامحونا عليها. ايش يا انصاف؟ احكي. شو انصاف؟ شو بدك احكي؟ احكي تفضلي. وين رايحه؟ لا لا، من عندك من عندك. لا لا لا، من عندك من عندك من عندك ببند. لا لا، بند مسجد معمل. لا لا، لو سمحتي انصاف انصاف انصاف، في بند ما يستجد من اعمال. اقعدي هناك بخيتك، اقعدي هناك اقعدي هناك. الأمين العام، السؤال الذي يلي. شكرا سيدي الرئيس. سؤال رقم واحد، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8589 تاريخ 3/12/2018 جوابا على السؤال رقم 37 والمقدم من سعادة النائب السيد حازم المجالي غياب بعذر. سؤال رقم اثنين، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8676 تاريخ 4/12/2018 جوابا على السؤال رقم 68 والمقدم من سعادة النائب السيد فواز الزعبي. فواز، خلي أعطي أعطي انصاف بك. سعادة النائب انصاف، أعطيها. دكتور نصار، تفضلي. إحنا من حقنا كنواب إنه نحكي تحت القبة، إحنا ما بنحكي مشاكلنا وهموم حقك تحكي هموم مناطقنا في الشارع، في وقتك. حقنا نحكي من تحت القبة. تفضلي. اللي بدي أحكيه أنا يعني بالنسبة لوزيرة الإعلام، بدي أقولها كلامك، سكوتك فضيلة وكلامك فضيحة. لو سمحت وزيرة الإعلام تطلع علينا على قناة المملكة يا دكتور نصار. الأردنيين قاعدين بيستفزوا بيستفزوا الأردنيين أبناء البلد، في ناس بيستفزوهم. أنا اللي بدي أحكي طلعت علينا على قناة المملكة وبتقول إنه بقولها المذيع شو قصة التعيينات، بتقولهم أي تعيينات، بقولها شو قصة التسريبات، بتقولهم أي تسريبات. هذول ثلاثة تعينوا، هذول ثلاثة تعينوا، وفي واحد منهم يا أخوان التلفونات لو سمحتوا على السايلنت. تفضلي تفضلي تفضلي. دكتور نصر، وفي ثلاثة تعينوا وواحد منهم لو شفتوه على الفيديو يعني وقع عليه تعب نفسي. أما الضفاير اللي مشوا على الأقدام 300 كيلو، أما الكركية، أما المعاني تحت المطر، هذول ما وقع عليهم تأثير نفسي ولا نهانوا. اسمح لي يا دكتور نصار، أرجوك بدي أحكي على العلم. أنت تسلمت بعدين أنا وحدي أسمع على القنوات، أنا مهتم إني أحكي تحت القبة. هذول ما وقع عليهم تعب نفسي، هذول ما نهانوا. هذول بتقول ثاني يوم طلعت بتقول في 30 فرصة عمل، وين ال 30,000 فرصة عمل؟ وين أنتوا يا حكومة عن 30,000 فرصة عمل؟ شكرا شكرا شكرا. الأمين العام، سؤال خلاص. سؤال رقم اثنين، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8676 تاريخ 4/12/2018 جوابا على السؤال رقم 68 والمقدم من سعادة النائب السيد فواز الزعبي. حكيتي ما فيه كفاية ومش وقتك، كان وقتك بعد الأسئلة. لو سمحتي لو سمحتي فواز تحكي. فواز انت سؤالك، تفضل فواز. لو سمحتي انصاف 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 بك. وصلت رسالتك، وصلت يا بنت. تحكي معاليكي، اعطي معالي الوزيره ترد بس عشان ما يصير في لبس. اعطي معالي الوزيره تريح يا ابو راء، تريح يا ابو راء. سمحتي تفضلي معالي الوزيره، تفضلي. سعادة النائبة الله يعطيك العافية وحضرتك مقدرة. من خلال الرئاسة، سعادة النائبة، خلال الرئاسة الجليلة، أنا أكون كل احترام وتقدير لكل شاب أردني، وأكون كل التزام حكومي بالبحث عن حلول لهؤلاء المشاكل.
لم يكن القصد مما قيل الإساءة لأحد أو تقليل من شأن أحد. أنا قلت إنه عنوان الحكومة بحيث تلتزم بالكفاءة والعدالة في التعيينات، هذا ما قلت سيدتي. سيدتي ما يحدث من شباب معان ومسيرهم مقدر ومحترم، ونحن ندرك أن هناك مشكلة حقيقية هي مشكلة البطالة، تسعى الحكومة إلى حلها ووضع الحلول من خلال الأولويات، وما ذكرت تماماً يصب باتجاه شرح السياسات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن. اهدى، شكراً. الأمين العام لو سمحت صداح. السؤال رقم 2، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8676 تاريخ 4/12/2018 جواباً على السؤال رقم 68 والمقدم من سعادة النائب السيد فواز الزعبي. حكيناها خلاص. تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، انا شايف في تشنج احكي بالموضوع كاملا. انا لدي 4-5 صفحات الرد على السؤال، ارجو اعطائي وقت كافي لاتكلم ما يجول. تفضل. باسم دائرة الانتخابية ابناء الرمثة واللواء، نؤيد كافة القرارات التي يتخذها سيدي صاحب الجلالة على مستوى العالم، لأنه ينقل هموم هذا الوطن إلى صناع القرار في العالم، وهناك حصار جائر على هذا الوطن، ولو أراد جلالة الملك بمتاجرة هذا الوطن وهذا الشعب عندما عرض علينا مليارات لا بل تريليون لكي نفتح حدودنا للإرهابيين للدول المجاورة، ورفض قائد الوطن وصبرنا وتحملنا المعاناة التي نعيشها، كلنا يا سيدي خلف القيادة شعباً وجيشاً وأجهزة أمنية ومخابرات عامة. تموت الأسود في الغابات جوعاً، ولحم الطير تأكله الكلاب، ولحم الضان تأكله الكلاب. ستبقى هذا الوطن أسود خلف القيادة، ولن نسمح لأي موقع خارج هذا الوطن أن ينال من أمن واستقرار هذا الوطن. أما الموضوع يا سيدي المهم والأخير، في عهد هذه الحكومة صوتك عالي خلص. لم نجد أي قضية فساد مالي، لا بل كل ما أريد أن أذكره كله في عهد حكومات سابقة. وهناك يا دولة الرئيس 50 مليون يورو جاءوا للقرى والأرياف والبوادي، وحولت هذه القضية إلى مكافحة الفساد وتم حفظها. أرجو من دولتكم إعادة 50 مليون يورو التي ابتلعوها، وهذا كشف فيهم. ومعالي نائب رئيس الوزراء الذي نحترمه، سوف أقوم بتسليمه وإعادة المبالغ وتوظيف أبناء الشعب الأردني. أما الموضوع الثاني، إنني أشكر معالي وزير الاتصالات على الاستماع لمناقشتي في الجلسة السابقة والرد على بعض الملاحظات. تم تعيين من قبل معالي وزيرة الاتصالات 282 موظف على نظام التدريب للحكومة الإلكترونية. أين سيذهب هؤلاء المتدربين؟ هم سيقودون الحراك في المستقبل على الحكومة حل قضيتهم. وهناك يا دولة الرئيس 10 موظفين يتقاضوا 22,648 دينار و84 قرش، ناهيك عن 13 و14 و15 و16، وهذا الكشف بين يدي. وتم تصفية هذه الشركة من شركة الكهرباء النووية. أرجو من دولتكم هذه المبالغ الطائلة إعادتها إلى الصندوق للموازنة العامة وتشغيل العاطلين عن العمل. وهناك رئيس مجلس إدارة التلفزيون يا دولة الرئيس يتقاضى 6500 دينار
و1500 دينار بدل جلسة. سؤال يا فواز بيه. انت سؤالي بدك تسأله. سؤالي بدك تسأله. احكي بالسؤال قاعد. لا لا بدك تسأل السؤال، بديش ارد على. احكي بالسؤال. طيب هذا السؤال. كلام في بند ما تجد من اعمال بعدين. حاضر. احكي بالسؤال تفضل. ومن تحت هذه القبة باسم سهول حوران في الشمال الأردني والجنوب السوري أنني أطالب القيادة السورية بل بالإفراج عن الصحفي الإعلامي عمير الغرايبة لأنه ابن سهل حوران، وهناك كان سهل حوران دائما وأبدا يستقبلون الضيوف. أما موضوع السؤال شكرا فواز. فواز كله تسلل وعكس النظام، وانت احرجتني بالطريقه هذه، احرجتني بالطريقه هذه. تفضل. شكرا سيدي. اما موضوع السؤال لقد وردني هذا الجدول، واريد من معالي وزير الماليه توضيح حول هذا الجدول الذي لن يراه لا بنظاره ولا غير نظاره. ارجو من معاليكم توضيح هذا السؤال في الجلسه القادمه، وشكرا سيدي الرئيس. شكرا شكرا الأمين العام. شكرا سيد الرئيس. سؤال رقم 3، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8276 تاريخ 19/11/2018 وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8500 تاريخ 29/11/2018 ومرفقه كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8652 تاريخ 4/12/2018 جواباً على السؤال رقم 45 والمقدم من معالي النائب الدكتور عبد الله العكائلة. غياب عذر. مش ضروري تحكي كل المقدمة، غياب عذر اللي بعدين. طيب تفضل. سؤال رقم 4، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8795 تاريخ 9/12/2018 ومرفقه كتاب معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي وكتاب معالي وزير الدولة لشؤون الاستثمار، جواباً على السؤال رقم 46 والمقدم من معالي النائب الدكتور عبد الله عكالة. سؤال رقم 5، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 306 تاريخ 16/1/2019 ومرفقه كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، جواباً على السؤال رقم 124 والمقدم من سعادة النائب المحامية وفاء بني مصطفى. سعادة النائب وفاء. شكراً سعادة الرئيس. يا أخوان هذا السؤال أعطي صوت لوفاء. شكراً سعادة الرئيس. هذا السؤال حول نظام فواتيركم وشركة مدفوعاتكم الذي أثار كثيراً من الجدل السياسي والإعلامي والأخلاقي. جواب وزير الصناعة والتجارة كان جواباً مقتضباً يقول فيه بأننا سألنا عن شركة هي نظام ولم نسأل عن شركة مدفوعاتكم وهي الشركة المعنية بجوهر السؤال وبنوده كافة. وأنا أقول بأن وزارة الصناعة والتجارة ختمت ردها علي بالتذرع بالقرار التفسيري رقم 2 لسنة 2015 والذي تشير فيه أنها لا تستطيع أن تقدم أو تذكر أي من أسماء المساهمين في الشركة تبعاً لهذا القرار التفسيري. والمفارقة زملائي هي عدة مفارقات. الأولى أن الناظر إلى جدول أعمال هذه الجلسة يجد بأن ذات الوزارة ممثلة بذات مراقب الشركات قامت بالإفصاح عن أسماء وتفاصيل ومقدار حصص لعدد كبير جداً من الشركات ولم تتذرع بذات القرار التفسيري القاضي بعدم الكشف عن أسماء ومقدار الحصص. فهل هذه الحكومة تكيل بمكاييل ومعايير قانونية وتفسيرية متعددة فتعطي المعلومات لمن تريد من النواب وتحجبها عن من تريد؟
هذا أولاً من حيث المبدأ. والمفارقة الأخرى هي أن يقوم معالي رئيس أو محافظ البنك المركزي المقدر بالكشف عن أسماء المساهمين، ليس في جلسة برلمانية عنوانها الرقابة البرلمانية في سؤال وجه عبر الأدوات والمنصات الدستورية، وإنما عبر منصة حقك تعرف. حق المواطنين يعرفون، وهذا حق مقدس نتمنى أن الحكومة تستخدمه صح، لكن ما تستخدمه الحكومة في إطار للأسف الشديد التضارب في المواقف القانونية والاعتماد على القرارات التفسيرية، وأيضاً في إطار وكأننا نكشف مسبقاً ماذا يراد بهذا السؤال. والرد الذي صدر والبيان الذي صدر من محافظ البنك المركزي كشف لنا عن مساهمة لوزير الصناعة والتجارة اختار في البداية ألا يقدمها في الجواب على السؤال الموجه. لا أعلم لماذا يراد لأسئلتنا النيابية ولدورنا الرقابي أن يكون مقزماً وأن تأتينا الأجوبة عبر المنصات والمواقع الإلكترونية والشاشات الرسمية المتلفزة المسخرة مع الأسف للحكومات وأعضائها، ولا يريدون إعطاء المعلومات للبرلمان. هل نحن في بلد قائم على الركن النيابي أولاً أم لا؟ هل هذه مؤسسة تحترم ويحترم أعضاؤها عندما يقومون بتوجيه الأسئلة أم لا؟ ثم أعود إلى المحتوى. عندما أطال الله في عمر أستاذي في القانون الدستوري أمين العضايلة عندما قال لي أن هنالك فارق بين المادة 44 في الدستور والمادة 75، الأولى تتكلم عن تضارب المصالح بالنسبة للوزراء والثانية بالنسبة للنواب، وقال جملة لا أنساها: نخاف من الوزير على المال العام لأنه صاحب سلطة تنفيذية وإدارية مباشرة، بمعنى ما قال، ولذلك نحصن المال العام منه، ونخاف في 75 على النائب كممثل للشعب فنحصنه من إغواء المصالح والأولويات التي يتم أو الصفقات التي تعرض عليه في إطار عمله الرقابي والتشريعي، وهنالك فارق كبير بين الاثنتين. يقال في أحد الآراء الدستورية التي أطلت علينا أن هذا الفعل ليس مخالف للدستور. سؤال يحتاج إلى الكثير من النقاش الدستوري: هل المساهمة في شركة خاصة محدودة هو لا يشكل أياً من أعمال التجارة وأعمال أو الأعمال المالية الواردة في المادة 44؟ هذا سؤال يحتاج إلى الكثير من النقاش الدستوري، وخاصة عندما نتكلم عن شركة مساهمة خاصة تعاقدت لغاية هذا اليوم مع أكثر من 150 جهة ومؤسسة أغلبها حكومية والبعض الآخر منها رسمي، والبعض الثالث أو الآخر أو القسم الثالث هو خاص، تعاقدت وحصلت أرباح، وكأن هذا لا يدخل في إطار تضارب المصالح. لا أعلم إن كان لا يدخل في إطار تضارب المصالح أو لا يدخل ضمن إطار مخالفة الأخلاق، أخلاقيات العمل المهني، مدونة السلوك الوزاري التي تفاخرت هذه الحكومة، بأنها كانت من أول إنجازاتها اللي خرجت علينا فيها بعد 100 يوم توقيع الوزراء والإفصاح عن المصالح. وأنا أتكلم في شقين
المختصين تحديداً يفهمون ويعرفون في الدستور ما هو المطلوب من هذا. لو سمحت يا خالد حقا لو سمحت، إذا في مجال الاختصار يا وفاء بيه. باختصر يا سيدنك الوحيد الذي تمتلك الحق في النظام الداخلي بإيقاف أي متحدث. من حقي أن أتكلم كما تكلم زملائي، هذا حق لا يعطيه منة منه أي زميل، هذا حق مكفول لي بالدستور وبالنظام الداخلي. عمر خليك بالموضوع. شكرا. أبو هيثم حقي أن أتكلم ما دمت لا أخالف الدستور والنظام الداخلي، هذا حق مطلق لي. وبالعودة إلى موضوع السؤال، أقول لماذا تضع الحكومة التي نأمل ونشجع كل الأعمال الريادية وكل طرق التطور والمسير إلى المستقبل، لماذا تضع الأردنيين رهناً لهذه الشركة بإجبارهم وليس باختيارهم أن يقوموا بالدفع مباشرة عبر هذا النظام وبعمولات متفاوتة تبدأ ب25 قرش، تبدأ بهذا الحد ولا تتوقف عند حد أعلى، وهي متفاوتة بحسب نظام الخدمات ونوع الخدمات. لماذا تفرض على الأردنيين أن ندفع عبر شركة محددة نحن أخرجنا المساهمين فيها؟ ثم أقول هذه الشركات إذا كانت الحكومة تبغي الشفافية والمصداقية وتبغي التوضيح أمام الشارع الأردني، لماذا لم تأتي لنا بأسماء المساهمين في كل الشركات الواردة ضمن إطار شركة المساهمة الخاصة المحدودة؟ وهل هذه الأفعال التي قامت بها الحكومة عبر إجبارها للمواطنين الأردنيين بدفع هذه الأموال زيادة على لو سمحت يا صداح، أخوي صداح لو سمحت، لماذا تجبر المواطنين على ذلك؟ ثم أسأل السؤال الثاني، لماذا يتم إغلاق الكثير من الصناديق التي كانت تحصل هذه الأموال ويتم فرض كلف إضافية على المواطنين نتيجة ذلك؟ شركة البريد، المحاسبين الموجودين في دوائر الترخيص، المحاسبين الموجودين في الجامعات الأردنية، لماذا هؤلاء كلهم الآن نريد أن نجمد أعمالهم ووظائفهم لصالح مجموعة من الموظفين ذهبوا واشتغلوا في شركة للقطاع الخاص ونحن بأمس الحاجة إلى ذلك؟ هل هنالك نظام ضمن هذه الشركة وضمن نظام التشغيل الخاص بإيفا وتيركم يضمن إعادة المعاملات المحصلة بطريقة الخطأ؟ هذا سؤال بحجم الإجابة. أريد جوابا سعادة الرئيس حول الحجم المقدر لكافة الأموال التي تم تحصيلها من قبل إيفا وتيركم وحجم العمولات التي تقاضتها شركة مدفوعاتكم ونسب التوزيع الخاصة بالثلاث مراحل التي يقال عنها البنوك المشاركة. أرجو عدم مقاطعة الزملاء في حديثهم، وأنت أول من استجاب قبل أسبوعين على الكلام هذا لو سمحت. تفضل معي نائب الرئيس. شكرا. تفضل معي نائب الرئيس. شكرا معالي. شكرا سعادة الرئيس. تفضل معالي. صحيح. باختصار لو سمحت. تفضل معالي. اسمح لي. تفضل معي. سيد الرئيس أثارت سعادة النائب موضوع يا عبد الدايم عبد الله بيك
لو سمحت مش دورك، تريح بعطيك تريح بعد الرئيس بعطيك تريح. عالدور ماشيين، عالدور ماشيين. تفضل معي نائب الرئيس، تفضل معي نائب الرئيس. يا سيدي، أثارت سعادة النائب نقطتين دستوريات مهمات جدا، وبعتقد أنه آن الأوان أنه نحكي فيهم بصراحة. النقطة الأولى متعلقة بأن الوزير اختبأ وراء قرار تفسير القوانين في عدم الإجابة على سؤال موجه من مجلس النواب. هذه نقطة مهمة جدا، وهل يجوز للوزير أن يخالف قرار تفسير الدستور؟ وهل كان هناك عندما أخذ هذا القرار حيثيات تختلف عما هي عليه اليوم؟ هذا سؤال لازم نجاوب عليه، وبعتقد أنه لابد من استشارة المحكمة الدستورية حوله. النقطة الثانية المهمة جدا اللي أثارتها هي المادتين 44 و 75، وقامت بتفسيرها بموجب ما قام الأستاذ الفاضل بتعليمه وتدريسه في الجامعة حول هذه المواد، حصانة الوزير وحصانة النائب وحصانة المال العام. وفي رأيي أنه هذول النقطتين مهمين جدا، ولا يجوز أنه يمر عليهم المجلس مرور الكرام. فلذلك سيدي، أنا سأقترح على مجلس الوزراء في جلسة الغد توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول الموضوعين للاستماع إلى إجابة نهائي حولهم، حتى نكون في وضوح تام في علاقة المجلس والأسئلة اللي توجه للحكومة أو الإجابات اللي تعطى لمجلسكم الكريم، ونكون حافظنا على البعد الدستوري بصورة دقيقة وصادقة. شكراً لك. شكراً. معالي وزير الصناعة والتجارة. شكراً سعادة الرئيس، وأشكر من خلال الرئاسة الجليلة سعادة النائبة المحترمة على سؤالها. على صوتك لو سمحت. أشكر سعادة النائبة المحترمة من خلال الرئاسة الجليلة على سؤالها وعلى حرصها على تطبيق أحكام الدستور. أقول بداية، جاء سؤال سعادة النائبة بالصيغة التالية: من هو مالك شركة إيفا وتيركم، ومتى تم ترخيصها؟ إجابتنا جاءت على هذا السؤال منسجمة وأحكام الدستور، لا بل وسعينا لأن نكون شفافين في هذه الإجابة. فقلنا أنه لا يوجد شركة اسمها شركة إيفا وتيركم، ولعل سعادتها تقصد شركة مدفوعاتكم، وأعلمناها أن شركة مدفوعاتكم مسجلة. ولكن التزاماً بالقرار التفسيري الدستوري لم نقم بإعطاء الأسماء، وحرصاً كذلك على الشفافية أعلمنا سعادتها بأن الأسماء كاملة، أسماء الشركاء منشورة على الموقع. أما فيما يتعلق بمساهمتي، فمساهمتي تقل عن 1% بهذه الشركة، وحصلت منذ سنوات طويلة، وقمت بالإفصاح عنها ضمن الإفصاح الذي قدمته بممتلكاتي. أما عن مدى توافقها مع أحكام الدستور، فأنا أعتقد أن المادة 44 من الدستور جاءت لتحدد ولا تترك الاجتهاد لما يجوز للوزير القيام به وما لا يجوز له القيام به، فحظرت عليه أعمال واضحة ومعرفة بصورة كبيرة في القوانين ذات العلاقة. العمل التجاري حددت المادة 6 من قانون التجارة الأردني على سبيل الحصر. أما السؤال عما إذا كان امتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة المسؤولية المحدودة أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة يدخل في باب العمل التجاري، فقد وضح قانون الشركات أن امتلاك الحصص في شركة التضامن هو عمل تجاري، أما وذلك بسبب تضامن الشريك مع الشركة. أما المسؤولية المحدودة أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة، فلم أطلع على أي كتاب فقهي يقول بإمكانية أن تكون هذه الملكية بحد ذاتها عمل تجاري، ولا أدل على ذلك من أن قانون نقابة المحامين مثلا يمنع المحامي بالعمل من العمل التجاري، قانون استقلال القضاء يمنع القضاء من العمل التجاري، قوانين الجامعات تمنع أعضاء الهيئة التدريسية من العمل التجاري، ومع ذلك يوجد ملكيات تاريخياً
لكافة هذه الجهات وكافة التشريعات والكثير من التشريعات التي تحظر ملكية التي تحظر العمل التجاري أصحابها يملكون حصص. أنا أعتقد ملكية الحصص ما إذا كانت عمل تجاري أم لا أمر مستقر من الناحية القانونية، وضحته المادة 6 والمادة 7 من قانون التجارة، المادة 8 من قانون الشركات، وهذا لا يدخل في بابه. شكراً سعادة. شكراً. بس تعقيب، لما حكوا الحكومة أنه قرار تفسير دستوري، هو مش قرار تفسير دستوري، هو قرار صادر عن ديوان تفسير القوانين. في نقطة نظام عندك، بس خلينا نسمع نقطة نظام من رئيس لجنة قانونية عبد المنعم عودات. يعني أولاً بس بدي إذا بتسمح لي أوضح فيما يتعلق بالمادة المتعلقة بالنظام الداخلي. كان سابقاً على الحكومة أن ترفق كل ما يطلبه النائب في سؤاله ومن ضمنها الأسماء التي يطلبها. جاءت حكومة دولة الدكتور عبد الله نسور وفي ظروف معينة وأرسلت سؤال إلى الديوان الخاص لتفسير القوانين، وجاء الديوان الخاص لتفسير القوانين وقال الحكومة ما بصير أو بطلع لها إنها ما ترسلش الأسئلة. لكن هذه المادة بالنظام الداخلي أنا بدي أؤكد على أننا الآن في صدد إعداد وفتح النظام الداخلي وإرسال تعديل، وهذه المادة سنعدلها لنتجنب القرار المفسر الخاص بديوان تفسير القوانين الذي حرم النائب من الحصول على الأسماء التي يرغبها في سؤاله، وبالتالي هو قرار خاص لديوان تفسير القوانين وهو ملزم للحكومة. يعني خلينا نحكي من ناحية قانونية، لكن أننا في الأسابيع القادمة سنتقدم بتعديل للنظام الداخلي ومن ضمنه هذه المادة التي فسرت بطريقة أصبحت تحرم النائب حق السؤال. وشكراً. سعادة الرئيس. وفاء، بس في نقطة نظام ثانية بعد إذنك صاحب عرموطي، نقطة نظام. أولاً أنا باعتقادي أن النص غير دستوري الوارد في تفسير القوانين، هذه أمر مسلم فيه. ثانياً عندما يقال أنه على موقع الوزارة موجود، معناته إحنا نحرم وهو على موقع الوزارة، يعني مسموح للكافة يطلعوا، بينما النائب الذي يراقب ويحاسب لا يتمكن من الحصول عليه. وأنا تقدمت بنفس السؤال أستاذ وفاء وحصلت على الشهادة، وحصلت على الشهادة ولدي الشهادة، وقد زودت الأستاذ وفاء في هذا المسألة. أيضا هناك نص، وبعدين الحكومة زودتنا باتفاقية الغاز، يعني ما دام الحكومة قد زودتنا باتفاقية الغاز إذا أصبح من حقنا أن نمارس هذا الأمر ونعطيك. كذلك فإن النظام الداخلي، سعادة الأخ، أن النظام الداخلي يجوز إذا أنا ما بدهم يعطوني إياه بظل النظام الداخلي من خلال اللجنة أن تطلب من الحكومة تزويدها بالاتفاق، وهذا ما حصل. إحنا باتفاقية الغاز تقدمت اللجان للحصول على اتفاقية وحصلنا عليها، إذا ما فيه ما يمنع بموجب النظام الداخلي من الحصول على أي اتفاقية في هذا الخصوص. شكراً. وشكراً. شكراً. وفاء بيك تفضل. شكراً سعادة الرئيس. سيدي يعني لا أريد أن أحرف النقاش عن مساره، والسؤال المتعلق لماذا يفرض على المواطنين أن يدفعوا لجهات معينة بدل خدمة مفروضة عليهم هم لا يذهبون لها طواعية واختيارا؟ هذا جوهر الموضوع. إذا كانت فعلا توفر الوقت وتوفر الجهد وتوفر الازدحام، لماذا هذه الجهة 150 المتعاقدة معها شركة مدفوعاتكم هي التي تتحمل هذه التكلفة؟ لماذا نرحل هذه التكلفة على المواطنين الأردنيين الذين يئنون تحت وطأة الكثير من الرسوم والضرائب؟ هذا أولا. أما ثانيا فأنا أستغرب هذا الرد من الوزير، في حين أنه في السؤال الذي سبق والموجه من معالي الدكتور عبد الله العكايلة وفي إطار السؤال عن شركة الولاء
كانت الإجابة وافية وشافية ولم يتم التذرع بهذا القرار التفسيري. هذا تفسير ما لا يفسر، وأنا باعتقادي بتمسك بطلب الحكومة بالنسبة أو باقتراح الحكومة فيما يتعلق ب 44 و 75 من الدستور الأردني، لأن هذا موضوع غاية في الأهمية، وأحول سؤالي إلى استجواب وشكرا. شكرا الأمين العام. شكرا سيدي الرئيس. بس دقيقة والله عبد الله عبد الدائم تفضل، شو النقطة اللي عندك؟ باختصار. شكرا يا سيدي، أنا تمنيت إنك تعطيني الوقت الكافي خلال مداخلة. والله دقيقة والله يا أخوي، يا معالي محافظ البنك المركزي المحترم، سؤال تم عرضه، حكت سعادة النائب، جاوبت الحكومة جوابين متطابقين من معالي نائب الرئيس والوزير. النائب لم تكتفي بالسؤال الجواب، حولته لاستجواب، فما في مجال للحكي. لا انتهى، ما حولته لاستجواب، ما بقدر اعطيك هسه بنفس الموضوع. لا انتهى الموضوع نفسه. عبد الله عبد الدايم تفضل. شكرا سيد الرئيس، انا تمنيت انك تعطيني المداخله عندما اثار مداخله الزميل الدكتور مصلح الطراوني، وكان وزير التعليم موجود والتربية والتعليم موجود، لأني أحببت أن أثير موضوع 49 مدرسة في قصبة معان مستأشرة، أخاطب دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة. 49 مدرسة مستأجرة في مدينة معان وفي باقي المحافظة، المدارس التي أشار إليها الزميل الدكتور مصلح الطراوني تبنى على حساب الوكالات من كثر حتى الإشباع، يتم توزيع هذه المدارس والاستغناء عنها من وزارة التربية والتعليم وإعطائها لوزارات أخرى تنتفع بها، وباقي المحافظة تعاني من نقص المدارس. الموضوع الثاني موضوع شركات الطاقة في معان، معالي الرئيس إذا تكرمت، موضوع شركات الطاقة في معان، هناك 11 شركة طاقة تجديد الطاقة تعمل في معان، غير معروف غير شركتين، باقي 9 شركات منذ عامين ونحن نحاول في معان من خلال المحافظة من خلال الحكومة، لم نقدر على إحضار أصحاب الشركات الموجودة. أنا بتكلم في موضوع مهم. شكرا. أنا بدي أعالج أمين العام. شكرا سيدي الرئيس. رقم 15 وصلت رسالتك، تفضل أمين عام. سؤال رقم 15 كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8189 تاريخ 15/11/2018 ومرفقه كتاب معالي وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 8401 تاريخ 25/11/2018 جوابا على السؤال رقم 13 والمقدم من سعادة النائب السيد خميس عطية. سعادة النائب خميس عطية يا اخوان، يعني شكرا يعني شكرا سعادة الرئيس. اللي بحكي تسلل قاعد بيطلع من الجلسة، الرجاء من الاخوة الزملاء النواب اللي خارج القبة يرجعوا تحت القبة لو سمحتوا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سعادة الرئيس المحترم. في البداية اسمحوا لي أن أعزي زملائنا الدكتور علي الحجاجي بوفاة والدته والأستاذ زميل عبد الله عبيدات بوفاة أخوه، والحمد لله على السلامة للزملاء الكثر الموجودين في المستشفيات التي نتمنى لهم الشفاء العاجل. الله يرحمهم ويشفي المرضى ويشفي الباقي. آمين. أولاً أود أن أوجه شكر عميق إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على جهوده الكبيرة في إنجاح معرض المنتوجات الأردنية في قطر الذي نظم الأسبوع الماضي، وهنا عمل الرئيس بكل طاقة لإزالة عقبات اعترضت إنجاح هذا المعرض، وخاصة تأمين فيز الدخول إلى قطر. وفعلا في اللحظات الأخيرة نجح الرئيس بتذليل عقبة الحصول على الفيز، وهنا أنقل إلى الرئيس والحكومة رسالة من المستثمرين الأردنيين في قطر والذين التقيتهم هناك في الدوحة
وحملوني رسالة مفادها إنهم يرغبون بالاستثمار هنا في وطنهم الأردن، وهم يطالبون من رئيس الحكومة إنشاء مكتب حكومي خاص لتسهيل معاملاتهم الاستثمار، وهم مستعدين لتغطية نفقات المكتب بما فيها رواتب العاملين ولا حسابهم. ونؤكد أهمية أن تكون علاقاتنا مع الشقيقة قطر في أفضل حالاتها، وأن يعود السفير القطري إلى عمان، وأن يعود سفيرنا إلى قطر. وطبعاً أطالب من الحكومة العمل سريعاً على تعويض تجار وسط البلد الذين تضرروا جراء السيول، كما أوجه الشكر لأهل عمان وشعبنا الأردني الذين يتوافدون على وسط البلد للشراء منهم لدعم التجار. أما بخصوص سؤالي والذي كان حول دمج الهيئات المستقلة وعن خطة الحكومة في الدمج والأساس القانوني لقرار مجلس الوزراء بنقل موازنة 17 هيئة مستقلة للموازنة العامة، وهنا أشيد بسياسة الحكومة المتبعة في دمج الهيئات المستقلة، والتي هي مطلب من مجلسنا الكريم، بل هي مطلب لشعبنا من أجل المساواة والعدالة بين موظفي الدولة، علاوة على ضبط الإنفاق. وفعلاً الحكومة الحالية بدأت بسياسة الدمج لهذه الهيئات المستقلة والتي تشكل عبئاً على الخزينة العامة للدولة. لذلك أدعم بكل قوة سياسة الحكومة في دمج الهيئات المستقلة. أما بخصوص نقل موازنة 17 هيئة مستقلة إلى الموازنة العامة فهو قرار في سياق دمج الهيئات المستقلة، ولكن حتى يكون الأمر منسجماً مع القانون والتشريعات النافذة، فإنه لا بد من تعديل قانون الفوائد المالية حتى لا يكون هناك تعارض أو مخالفة للقوانين. وشكراً سعادة الرئيس المحترم. يعني مكتفي بالجواب؟ نعم. شكراً الأمين العام. شكراً سيد الرئيس. سؤال رقم 7، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1756 تاريخ 21/2/2017 ومرفقه كتاب معالي وزير التنمية الاجتماعية، جواباً على السؤال رقم 372 والمقدم من سعادة النائب السيدة شاه العمارين. سعادة النائب شاه العمارين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً سعادة الرئيس. نص السؤال: ما هي الأسس والمعايير المتبعة لصرف المعونة الوطنية للأسرة المستفيدة من الصندوق؟ وهل هنالك تباين في الأسس والمعايير من منطقة لأخرى وخاصة البادية الجنوبية؟ هل هناك حصة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية من المبالغ المرصودة في الموازنة لعام 2017 تحت بند إدارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية؟ ما هو عدد الأسرة المستفيدة من الصندوق والحد الأدنى والأعلى للمعونة المستحقة للأسر؟ تاريخ السؤال هو 7/2/2017، والمعلومات التي وصلت أكيد معلومات قديمة. أطلب من معالي وزير التنمية الاجتماعية تزويدنا بمعلومات جديدة. وتتساءل كثير من الأسر عن تراجع أو نقصان في المعونات الشهرية، وما هي الأسباب؟ وهل ستعود المعونات كما كانت سابقاً؟ وعلى الحكومة إيجاد مشاريع إنتاجية بدل اعتماد الأسر على صندوق المعونة الوطنية. شكراً. شكراً معالي الوزيرة. يحيى خليك قاعد محلك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً لسعادة النائب على إثارة هذا السؤال. الحقيقة تصل العديد من الاستفسارات، ويمكن هي هاي فرصة أن نلقي الضوء على بعض الأسس والتعليمات التي ينتهجها صندوق المعونة الوطنية في استهداف الأسر الفقيرة. بداية، أول وأهم هذه الشروط التي ينتهجها الصندوق حتى نهاية عام 2018 كانت حمل الرقم الوطني، عدم القدرة على العمل، الإقامة الدائمة في المملكة الأردنية الهاشمية، ووجود فجوة فقر لدى الأسرة طالبة الانتفاع، ووقوعها ضمن واحدة من 16 فئة يستهدفهم الصندوق، تتراوح هذه الفئات ما بين الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة وغيرهم. أيضاً هناك أسس وتعليمات تصدر عن صندوق المعونة الوطنية بموجب القانون، وهذه التعليمات هي التي تحدد سقف المعونة وأسس الاستهداف وحدود الدخل
للعديد من الملكيات مثل الثروة الحيوانية والأراضي والمركبات وغيرها من المعايير. بالنسبة لسؤال سعادة النائبة، هل هناك ميزة تعطى أو تفاوت لحد 2017؟ ما كان فيه، كان يتم التعامل مع كل الفقراء في كل المناطق بنفس الآلية. منذ عام 2017 بدأنا بمفهوم الفقر متعدد الأبعاد اللي أشارت إليه سعادة النائبة ديمة طهبوب، وبدأنا نلقي العديد من المساعدات ضمن ما يسمى ببرنامج المعونات الإضافية. أصبحنا نأخذ بعين الاعتبار هل الأسرة المنتفعة تسكن في منزل مستأجر أو ملك. أخذنا بعين الاعتبار وجود أفراد من الأسرة لديهم أمراض أو إعاقات وخضوعهم للتأمين الصحي. أيضاً أصبحنا ننظر إلى عدد الأطفال اللي موجودين بالأسرة وهل هم واقعين في المدارس أو على مقاعد الدراسة الجامعية وغيرها من المؤشرات التي أصبحنا نستهدفها في برامجنا. الأسس هذه تتغير وتتطور بشكل مستمر. كانت الإجابة اللي رفعت لسعادة النائب بشهر 2 أيضاً ب 2017 تتحدث عن حوالي 89 ألف أسرة منتفعة بالصندوق. في هذا العام مع نهاية 2018 وصل العدد إلى حوالي 100 ألف أسرة تنتفع بمعونات الصندوق بمعونات متكررة. موازنة الصندوق لعام 2019 زادت بقيمة 30 مليون، فأصبحت الموازنة 130 مليون. نعمل على تحديد وتطوير آليات الاستهداف بشكل مستمر. بالنسبة لحالات الإيقاف اللي أشارت إلها ويمكن أثارها أيضاً سعادة النائب صالح أبو تايه إنه مسبقاً، هي مرتبطة بتجديد التقارير الطبية لفئة من الفئات التي تعنى بالعجز المؤقت. هذه القضية تم التعامل معها وتم إعطاء مهلة أطول لهؤلاء بالرغم من إنه كانت أصلاً مدة التخصيص محددة بموجب التعليمات منذ البداية، أي أن المنتفع كان يعلم منذ بداية التخصيص بأن فترة التخصيص له تنتهي ضمن إطار زمني محدد، ويعطى فترة مسبقة للمراجعة وتجديد تقاريره الطبية في حال استمر الظرف إنه فيها. شكرا. شكرا. سعادة النائب شاها. شكرا معالي وزير التنمية الاجتماعية، وأكتفي بالإجابة. شكرا. وأريد أن أسأل دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة، ما هو دور الحكومة في حال المعتصمين وما هي الحلول التي ستقوم بها تجاههم؟ لا أقصد الحل من الأجهزة الأمنية التجنيد، ولكن ما هي المشاريع والخطط التي وضعتها الحكومة لحل مشكلتي الفقر والبطالة الذي يعاني منه الوطن بشكل عام وليس الجنوب بشكل خاص؟ وشكرا. شكرا. أريد أن أسأل بعدين. سعادة الرئيس، أسعد الله مساء الجميع. تقدمت ب 22/2/2017 بسؤال للحكومة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة عن كلفة وكميات الشعير المشترى والتي صرفت للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مدار العام 2016، وكم بلغت قيمة دعم الحكومة لهذه المادة. الآن تم إدراج هذا الجواب بعد 22 يوم لمناقشته. نسأل إحنا عن مربين وعن ثروة وعن دعم شعير وعلاف، وكأنه إحنا أصبحنا يعني أنا بعتذر صحيح لإخواني وللمواطنين، أنا وين والحكومة أصبحت وين؟ الحكومة الآن تتعامل مع تويتر، تتعامل مع أحداث، وإحنا بعدنا ندور على الشعير ودعم الشعير والمشتقات. وبالتالي سيدي، بس سؤال من خلالك سعادة الرئيس للحكومة، إنه شو قصتنا إحنا مع تويتر يا سيدي؟ الرئيس بيغرد على تويتر، المسؤولين بغردوا على تويتر، كل المتنفذين، كلنا على تويتر سيدي. سؤال، سامحهم بالسؤال، خليني اسولف اللي عندي واطحن الثمنيه اللي عندي واسولف. وبالتالي يا سيدي كل المتنفذين يعني كلنا على تويتر، شو قصتنا مع تويتر؟ احنا الان يعني والله ما انا عارف، يعني في فئه معينه تتعمد الإساءة للوطن وتقسيم إنجازات الوطن
وتعظيم الأخطاء وحماية الفساد والفاسدين، وبالتالي يعني حكومة يعني اليوم في تغريدة لأحد رؤساء الحكومات السابقين ورئيس مجلس نواب ورئيس مجلس أعيان اليوم وعلى صحيفة أردنية على الرأي مش على محل ثاني، وبالتالي إحنا بواد وكأنه مسؤوليننا وأهلنا بواد. بالله لما تقولوا لي إنه اليوم تغريدة إنه الوصاية الهاشمية على القدس انتهت عملية، هيبة الدولة جرى ضربها بالسيوف وخناجر، لن شكراً يكفي تعديل الدستور. شكراً سعادتك شكراً. بس تنويه، الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية تاريخية، وهذا حق تاريخي وإرث تاريخي للهاشميين ولسيدنا الله طول عمره جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. شكراً أمين عام. سؤال رقم 9، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 5488 تاريخ 4/7/2017 ومرفقه كتاب معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام، جواباً على السؤال رقم 860 والمقدم من سعادة النائب المحامي يحيى السعود. تفضل يحيى بك. شكراً سيد الرئيس. سيد الرئيس، يعني حقيقة لازم ينتبهوا الزملاء والزميلات لماذا سأتحدث. أنا من 2010 نائب، وهذا ثالث سؤال بناقشه تحت القبة، وبالتالي دورنا الرقابي تحت هذه القبة غير فعال، ومن يدعي غير ذلك يواجهني يقول لا دورنا حقيقي، يرفع يده يقول دورنا حقيقي. المادة 98 من النظام الداخلي بتقول تخصص جلسة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل جلستي عمل. هل النظام الداخلي احنا مطبقين اخواني؟ نعم. لا والله. هذا سؤالي من 2017 بيجيني الجواب فيه ب 2019، هل هذا منطق؟ هل هذا عمل تشريعي ورقابي بنشتغل فيه احنا في المملكة الأردنية الهاشمية، واحنا قسمنا على الدستور واقسمنا نحافظ على الدستور والنظام الداخلي؟ يحيى بيت لو سمحت، بس صحيح كل جلستين تشريعيات الثالثة رقابية، ولكن احيانا بيصدف معنا زي مثلا قانون الملكيه العقاريه اخذ معنا 7 جلسات، هاي جلسه متصله سيد الرئيس. ارجوك بعدها عملنا اول هاي جلسه بعد الملكيه العقاريه، ارجوك جلسه رقابيه. خليك بسؤالك هسه. ارجوك لا، انا هذا سؤالي. ايش سؤالك؟ انا الان موجه سؤال ب 2017، هذا واحد. اثنين، مش انا اظل بسؤالي سيد الرئيس، هذه الحكومه اللي انا موجه سؤال ب 31/5/2017 اجاني الاجابه بعد شهر بناقشه بعد سنتين، هل هذا منطق؟ هل هذا عمل نيابي برلماني؟ هل هذا أسئلة رقابية تحت قبة البرلمان؟ نائب وجه زي زميل أحمد همسات 56 سؤال بناقش 3 وهو نائب من 2010. أنا أقترح سيد الرئيس حفاظاً على تكاليف والوقت بالنسبة للوزراء وللنواب أن نعفي هذا البند، وأن لا نقترح في هذا البند أن يكون هناك أسئلة وجواب. بعض الأسئلة والله بتكلف الخزينة فوق 1000 دينار الجواب عليه يا أخوان. طب لا، متى هذا الكلام؟ هذا استهتار والله يا سعادة الرئيس. الموضوع الثاني سعادة الرئيس بدي أتحدث فيه، أنه إحنا بنقول إحنا بنراقب الحكومة. لا، إحنا ما بنراقب الحكومة، مش صحيح، لأنه الدلالة على ذلك استهتار الحكومة في أجوبتنا، أجوبة الأسئلة. إلى متى بدنا نفعل النظام الداخلي بتحدث فيه؟ هذا كلام سيد الرئيس، هذا يفقد هيبة المجلس. يجب أن يفعل دور مجلس النواب الرقابي. أما سؤالي سيد الرئيس، أنا كنت بسفر ما حضرت حالي، كنت مبارح في مالطا وهناك أحد المستثمرين الأردنيين استثمر في افتتاح جامعة 100 مليون دينار، وزيرة الطاقة هناك مشروع ب3 مليون دينار، تقول ما عنده كفاءة مالية، واحد بيفتتح جامعة مالطا أردني ب300 مليون ما عنده كفاءة مالية ينفذ مشروع طاقة في جامعة الحسين، لأنه جامعة الحسين ما إلها بواكي للأسف، ما إلها بواكي. اثنين سيد الرئيس، والله إنه هذا المستثمر طلع بالمقصورة الملكية في مالطا، وهون يعامل معاملة أي مواطن عادي. اللهم احفظ هذا البلد آمناً مستقراً. أرجو تأجيل سؤالي للجلسة الجاية. لا وشكراً. ليش ما بطلع لي يا سعادة الرئيس؟ أنا إذا سمحت، الله يخليك، عندك الجواب يا سيدي. إذا سمحت أنا مش محضر حالي حتى ناقش هذا السؤال، أرجوك. ماشي. أرجوك. شكراً. شكراً سيدي الرئيس. سؤال رقم 10، كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 7277
تاريخ 23/10/2017 ومرفقه كتاب معالي وزير الشؤون البلدية جواباً على السؤال رقم 993 والمقدم من سعادة النائب السيد محمد الزعبي. سعادة النائب محمد الزعبي تفضل. سعادة الرئيس، الحضور الكرام، وجهت سؤالي في 2/10/2017 حول تزويدي بنسبة رسوم المهن والعقارات والمحلات التجارية للبلديات الفئة الثانية والثالثة والتي انضمت إلى بلديات الفئة الأولى حسب قانون الدمج للبلديات. حيث اشتكى عدد من المواطنين في القرى والتي كانت بلديات من الفئة الثالثة والتي انضمت إلى البلديات الكبرى حيث كانوا يدفعون 50% من الرسوم بعد الدمج وحسب قانون الدمج. من سنتين يدفع المواطن في ذلك القرى 100% من الرسوم خلافاً لما كان معمول فيه بعد الدمج. هل يعقل بقالة في قرية لا تبيع 10 دنانير في اليوم تعامل كسوبر ماركت في المدينة، أو شقة في قرية أجارها لا يزيد عن 100 دينار في القرية ويدفع رسومها مثل الشقة بالمدينة أجارها 300 دينار؟ جواب الوزارة حسب نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 69 لعام 2017 المادة 19 الفقرة باء تقول: باستثناء رسوم ترخيص كل برج اتصالات تستوفى بلديات الفئتين الثانية والثالثة 50% من الرسوم الواردة في الفقرة ألف من هذه المادة. هذا الجواب يسري على البلديات العاملة حاليا من الفئة الثانية والثالثة، لكن سؤالي للقرى والبلديات التي كانت بلديات منفصلة وانضمت إلى البلديات الكبرى، وشكراً. شكراً معالي وزير البلديات. شكراً سيد الرئيس، شكراً سعادة النائب المحترم. جدول رخص المهن مرفق مقسم إلى قسمين فقط، مش فئة أولى الثانية والثالثة. فئة أولى اللي هي مراكز المحافظات والألوية وعددها 42 بلدية و 58 بلدية فئة ثانية. فرق الرسوم هو فقط البلديات الفئة الثانية بتدفع 70% تقريبا مما يدفع في الفئة الأولى. أعلى رسم بالفئة الأولى هو 50 دينار اللي هو بيع الذهب. المصانع 100 دينار. بالفئة الثانية الرسم 30 دينار، فالفرق ليس كبيرا. لما بنحكي عن الفئات الرخص الفرق كله عبارة عن 20 دينار بالسنة، يعني حوالي دينار ونصف أو دينار وستين قرش بالشهر، فالفرق ليس كبيرا. قانون البلديات حدد فئة المهن، حدد فئتين أولى والثانية فقط، والثانية بتشمل الأولى بتشمل حتى مراكز الألوية، يعني مركز لواء زي دير علا أيضا بدفع زي ما بتدفع الصلب، وعين الباشا بتدفع زي ما بتدفع الصلب أو إربد، والرمثة بتدفع نفس الإشي، والوسطية زي الفئة الأولى لأنها مركز لواء. إذا ميز فقط بين فئتين الأولى والثانية، كون البلديات اللي كانت موجودة واندمجت أصبحت مع الفئة الأولى القانون أعطاها نفس الرسم. أما بالنسبة للعقارات وبقصد رسوم ضريبة الأبنية والمثقفات، فداخل المدينة الواحدة مقسمة إلى فئتين أولى وثانية. مركز المدينة أعطي تصنيف والقرى أعطي التصنيف الثاني، يعني بلدية إربد بيت راس بتدفعش زي المدينة، نعيمة بتدفعش زي المدينة، إيدون بتدفعش زي المدينة. بالصلب كل القرى زي زي أو جلعد أو رميمين بتدفع على الفئة الثانية مع أنها تابعة لبلدية كبرى، لأنه صنفت نفس
المدينة لصنفين أولى وثانية. طبعاً كل البلديات مختلفة عن عمان لأنه تصنيفها كلها تصنيف ثاني، فالفروقات رؤيت بالمثقفات لأنه مقسمة على مستوى البناء وطبيعته برخص المهن، صنف فقط على تصنيف إنه مراكز محافظات وألوية، ولم يراعي فئة البلدية إنه سابقاً كانت ثالثة أو ثانية. أصلاً لا يوجد ثالثة، فقط فئتين. وزي ما حكيت الرسم يتراوح الفرق بالماكسيمم 20 دينار وبالمينيمم دينار أو يعني الحد الأقصى 20 والحد الأدنى مرات دينار أو دينارين بالسنة. كل رسوم رخص المهن بالمناسبة بالبلديات، أكبر محل تجاري بقصد سوبر ماركت أو بقالة أو خضار أو مواد غذائية أو محامي أو طبيب أو المهن هذول باستثناء البنوك وتجارة الذهب، أعلى رخصة سقفها مع رسوم النفايات والإعلانات 60 دينار بالفئة الأولى. فيعني الرسم حوالي 4 دنانير ونص ل 5 دنانير بالشهر. شكرا. شكرا سعادة النائب محمد الزعبي. لغاية الآن يعني أنا تأكدت بالأمس إنه القرى زي ما تفضل معالي الوزير، القرى اللي انضمت للبلدية بالفئة الأولى بتدفع 100% وليس يعتبروها من الفئة الثانية. عندك الجواب المعالي، جواب تكتفي بالجواب تعطيه مهلة؟ لا أنا بدي جواب النقطة هذه. ما فيش صعب هسه، خليه جواب. أنا مرة واحدة بعطي الوزير جواب بس. نظام الداخلي بيقول هيك، هو اوردها في نقاشه مع الوزير. ما بقدر انه تدفع 50% او 60%، لكن امبارح تاكدت انه لغايه الان بدفعوا 100% مثل بتسألوا بتسألوا بعدين. لا شكرا اخواني الامين عام. بس في نقطه نظام على احد الزملاء لما قال عن موضوع التاخير، ارجو من دوله الرئيس والحكومه الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب المادة 128 ب، يجيب الوزير على السؤال خطيا خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما. النقطة الثانية للزملاء للتأكيد عليها بالمادة 132، يا أيها الزميل اللي حكيت قبل شوي ما بدي أحكي اسمك عشان ما تأخذ نقطة نظام، يجوز تحويل السؤال إلى استجواب على أن لا يتم ذلك في جلسة تناقش فيها السؤال. يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجيب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال. فانت طبق النظام الداخلي على سؤالك، ما حدا بيحكي معك. اما تقول تتهم المكتب الدائم والنظام الداخلي هذا كلام مرفوض. الامين العام تفضل. سؤال رقم 11 لسعادة النائب الدكتور محمد العتايقة، غياب بعذر. سؤال رقم 3 خالد رمضان، شو نقطة النظام عندك؟ اذا سمحت لسعادة الرئيس، شكراً لسعادتك وإدارتك وسعادة صدرك. فقط ألفت نفسي والزملاء والوطن لتحديين كبار. أولاً البطالة، والذي نشهد بالشوارع يحتاج إلى استنفار الدولة كاملة بكل مؤسساتها. ثانياً هناك قلق، وأنا كنائب بقول ما يتعلق بالتسويات المندفعة بما فيها صفقة القرن يثقل كاهل المواطن أكبر. بالأساس آسف أني تسللت، لكن ما يحصل بالشوارع جوع فقر، 18.7 البطالة، 26% وسط النساء، 36% وسط الشباب من 18 إلى 25. على الدولة، على المجلس النواب أن يخصص جلستين، واحدة للبطالة واحدة للسياسة الخارجية، لنعلم قدم يا سعادتك قدم مقترح بجلسة مناقشة عامة نعرضها على المكتب الدائم. الأمين العام. سؤال رقم 13 كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 6517 تاريخ 17/9/2018 ومرفقه كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين
وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 6858 تاريخ 27/9/2018 جواباً على السؤال رقم 628 والمقدم من سعادة النائب المهندس هيثم الزيادين. سعادة النائب هيثم، بس بعد إذنك في نواف زيود، مش عارف شو إيش بدك يا نواف، شو بعد إذنك، تفضل نواف. سعادة الرئيس، سعادة الرئيس أنا في مشكلة عندنا في محافظة الزرقاء مهمة نقطة جداً. نظام سعادة وهي مهمة جدا، بدي أوصل رسالتي من الصبح وأنت منعتني ما حكيت، لو سمحت زي ما تسللوا الإخوان بدنا نتسلل، يطلع لنا يعني. عندنا مستشفى الزرقاء الحكومي، هذا الكلام موجه للحكومة من خلال الرئاسة الجليلة، لا يوجد فيه قسم جراحة قلب، وهذه المحافظة التي يزيد عدد سكانها على 1,200,000 نسمة تستحق أن يكون هناك قسم لجراحة القلب حتى يوفر عليهم الجهد والمال. هناك مدينة الزرقاء بحاجة شكراً إلى شكراً مثل سلت هذا ما فيه كفاية. حيث أنها مدينة شكراً وصلت سعادة النائب هيثم الزيادين تفضل. شكراً سعادة الرئيس، بدايةً باسمي وباسم زملائي نتمنى الشفاء العاجل لزميلنا وأخونا حازم المجالي وجميع الزملاء اللي بيركضوا على أسرة الشفاء. ألف سلام عليه، موجود بيننا حازم. سعادة الرئيس، كنت قد توجهت بسؤال نيابي لدولة رئيس الوزراء، وهذا السؤال متعلق بشركة نافذ للخدمات اللوجستية والتي تحتكر لسنوات منذ 2008. الهدف من هذه الشركة، الشركة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لتنظيم الدور وحركة الشاحنات من وإلى مدينة العقبة، وقد قصدت من السؤال معرفة من هو المالك الحقيقي لشركة نافذ وليس المالك، لأن الإجابة عن هذا السؤال تدرك حجم ومدى الفساد في عمل هذه الشركة وطريقة تلزيم العطاء عليها. الشركة يا سادة اسمها شركة نافذ للخدمات اللوجستية، هذه الشركة تقوم بدور تنظيم الشاحنات في مدينة العقبة، وقد استغرب يعني طريقة تلزيم هذه الشركة ولمدة 10 سنوات من تاريخ 1/3/2008. السؤال من أكثر من شق، مع احترامي لمعالي وزير الصناعة والتجارة جاء الجواب على أول شقين من هذا السؤال، وهو من هو المالك الحقيقي وتزويدي بالسجل التجاري، ولكن السؤال 3 و4 و5 يجب أن يكون هذا الجواب متعلق أو اللي بده يجاوب عليه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، لأنه ليس من اختصاص معالي وزير الصناعة والتجارة. نعود إلى هذه الشركة. الشركة يا سادة يا زملائي، أود أن أضع بين أيديكم بعض الحقائق عن هذه الشركة. الشركة إيراداتها هيثم بيك سلطة العقبة أتوقع موجودة أو لا، ما بعرف. أنا أستغرب سعادة الرئيس هذا الاستهتار وعدم وجود رئيس منطقة العقبة ليجيب على هذا السؤال. السؤال في غاية الأهمية. سؤال نتأجله يعني ولا تسمع جواب وزير الصناعة والتجارة؟ أنا خليني بس أكمل أضع زملائي وراح أسمع من معالي، طبعاً إله الاحترام، راح أسمع من معالي وزير الصناعة في موجود بعض الأجوبة، ولكن أحتاج وجميعنا أنا وزملائي نريد أن يكون هيبة لمجلسنا الكريم ولأسئلتنا النيابية وعدم الاستهتار من الحكومة في هذه الردود. هيبة مجلس النواب موجودة يا أخوي، واحكي بسؤالك تفضل. سعادة الرئيس تفضل. أنا ما خرجت عن النص، أنا من ضمن الاختصاص تفضل. وضمن هذا السؤال بس أود أن أضع أمام زملائي بعض الحقائق عن هذه الشركة. هذه الشركة منذ عام 2008 لزمت لمدة 10 سنوات متتالية. أين الشفافية في طرح هذا العطاء؟ لماذا كلمة تلزيم 10 سنوات؟
أنا بجرب الشركة سنة سنتين ثلاثة، قد تخفق هذه الشركة في دورها، وبالتالي أنا بطرح العطاء بشفافية، إما استدراج عروض أو طرح عطاء في الجريدة الرسمية وخلي الشركات كلها تتنافس. جاء الجواب من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، لماذا التلزيم على هذه الشركة تحديداً لمدة 10 سنوات متتالية؟ وأيضاً في 1/3/2018 كمان مددت 3 سنوات متتالية، وأيضاً لسه لما ينطرح عطاء السكة الحديدية من العقبة لمعان راح تظل هاي الشركة مستحوذة على هذا العمل بشكل منفرد. سادتي، هذه الشركة 200 موظف، عبارة عن رأس مالها 4 كرفانات و200 موظف و4 ساحات إسفلتية. مردودها خلال السنوات الماضية و3 سنوات القادمة أكثر من 80 مليون دينار. أنا على يقين وأدرك أن هذه الشركة، وقد تكلمت على الإعلام سابقاً، أن تقوم مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية أن تتحمل جزء من مسؤولياتها اتجاه أبناء الوطن واتجاه الأبناء المتعطلين والباحثين عن فرص العمل. لماذا يأتي أبناء العقبة وأبناء معان والكرك والمفرق مشياً على الأقدام إلى الديوان الملكي، وأنا هذه الشركة لحالها قادرة أن تستوعب كل المتعطلين في محافظة العقبة والباحثين عن العمل؟ هذه الشركة زملائي راح يكون مردودها أكثر من 70 إلى 80 مليون، بينما إيراداتها للدولة بموجب الاتفاقية 15%، وهسة 9.6، يعني بمعدل 11 أو 12%. يعني أنا من مردودي كله بعطي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية 10% من المردود، يعني منطقة العقبة الاقتصادية بتأخذ 6 أو 7 مليون، هم بأخذوا 80 مليون. ليش 200 موظف مش قادرة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ولا الدولة الأردنية إنها تدير 200 موظف؟ ليش الاحتكار على هذه الشركة تحديدا؟ أنا بدي أسمع جواب من معالي وزير الصناعة والتجارة. شكرا. الحكومة، أعطي معالي وزير الصناعة والتجارة. شكراً سعادة الرئيس، شكراً سعادة النائب المحترم. السؤال من 5 أجزاء، الأول والثاني متعلقات بوزارة الصناعة والتجارة، وقد قمنا طيب وديته في ورقة قبل؟ وديته خلاص، تفضل أعطي ممثل سلطة العقبة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عرف حالك بالله. أنا المهندس عصام جردات، مدير أشغال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. تفضل. وقد جئت هنا للإجابة على سؤال رقم 37 الموجه من سعادة النائب حازم المجالي، وأن السؤال متعلق بموضوع شاحنات ليس من اختصاصنا ولم يتم إعلامي عن هذا السؤال. أشكرك سيدي. شكراً. سعادتنا بيثم زيدين. يا اخوان النواب اللي خارج القبة، النصاب في خطر، حرية انتم، اللي برا خليهم يدخلوا، دخلوهم. تفضل. شكرا سعادة الرئيس، يعني هذا دليل واضح على عدم التنسيق في الحكومة. بس انا بدي اسأل معالي وزير الصناعة والتجارة، هو جاوب مشكور على هذه الأسئلة، ولكن سؤالي من هو مالك شركة نافذ انترناشونال ليميتد، ولماذا سجلت في جزر العذراء البريطانية؟ يعني قاعدين شركة من برا بتأسس شركة هنا بتأسس فساد في الأردن، يعني زي سايبر سيتي زي شركات النائب. سعادة الرئيس أنا لم أكتفي، إذا الحكومة بدها تأخذ مهلة ويجي رئيس منطقة العقبة الاقتصادية ونتناقش إحنا وياه، خلافا لذلك سأحول سؤالي إلى استجواب. تعطيهم مهلة. تفضل معالي موسى المعيطة. شو المعنى؟ أنا بشكر سعادة النائب بشكر سعادة النائب، وسوف يكون هناك جواب موسع بحضور شكرا. تكريم العقل. شكرا.
ايش يا محمود، شو من خطوط النظام اللي عندك؟ تفضل اعطي محمود نعمات. شكرا سعاده الرئيس. سعاده الرئيس، انا باختصار بسرعه بالله، انا بدي احكي بموضوع الاسئله. سعاده الرئيس، انا موجه سؤال منذ سنه يتعلق بدمغه الذهب، هذا الموضوع الذي يتساءل عنه جميع الاردنيين، ويوجد به شبهه فساد 100%، وحيث ان هذا المتورط هو تاجر معروف ذهب ويملك محل ذهب في ام مذيع. لما يجيك سبب تاخير الاجابه بسبب ضغط من المتنفذين بهذه الحكومه عندك يا محمود. محمود حكينا، محمود بيك حكينا، السؤال تقدر تحوله استجواب اذا ما اجى خلال شهر. شكرا الامين العام. سؤال هيثم بيك لو سمحت، لو سمحت هيثم بيك لو سمحت، انت لك تناقش مره واحده. تفضل تفضل احكي نقطه النظام. تفضل تفضل اعطي هيثم، اعطي هيثم. سعاده الرئيس، انا على يقين بانه بس انا يعني التزمنا امام الحكومه، بدي الجلسه الجاي رقابيه يوم الثلاثاء يكون موجود رئيس، خلافا لذلك سأحول السؤال الى استجواب. شكرا. لانه الشق الاول جاوبوا بس انا الشق الثاني وهو المهم جدا. شكرا. ما بتحدد انت الجلسه الثانيه ثلاثه رقابيه الجايه؟ اتوقع تشريعيه في المكتب الدائم. تفضل تفضل الامين العام. سؤال رقم واحد، كتاب دوله رئيس الوزراء رقم 8589 تاريخ 3/12/2018 جوابا على السؤال رقم 37 والمقدم من سعادة النائب السيد حازم المجالي. تفضل سعادة النائب حازم. الحمد لله على السلامة. أعطي حازم بيك. شكرا سعادة الرئيس والله يعطيك العافية. سيدي أنا بكتفي بالجواب لكن بشكر دولة الرئيس ومجلس الوزراء على التغييرات الأخيرة في العقبة، وهذه التغييرات إيجابية تعيين الباشا نايف البخيت رئيسا لسلطة العقبة، وإن كان اللي تغيروا يعني احنا بنعترف انهم اخطأوا وأصواب وأصابوا وهم أردنيين ومواطنين وعندهم انتماء، يعني لا يعني التغيير لا يعني، هذه سنة الحياة دولة الرئيس. اثنين، بطلب من الحكومة الموقرة من خلال الرئاسة الجليلة الاهتمام في العقبة، لأنه العقبة شريان الاقتصاد الرئيسي للأردن، والعقبة حاضنة الأردنيين، والعقبة العاصمة الاقتصادية. مطلوب من الرئيس الجديد اللي شفنا نشاطه في أول شتوي في دخلت العقبة الأسبوع الماضي، كان هو وموظفي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والمفوضين والكل يعني موجودين في الميدان، يعني بصراحة بداية جيدة. الرجل يعني بابه مفتوح ويجب أن يتعامل مع الناس وأطياف المجتمع العقباوي بمسافة واحدة، ونتمنى له التوفيق. ما أريد أن أركز عليه سعادة الرئيس أنه الأسئلة ما زلنا، يعني السؤال هذا اللي أنا سأله بجوز والمهندس عصام مندوب السلطة وهو زميل سابق وصاحب مهنية عالية في عمله، يعني أنا شهادتي فيه مجروحة بالعكس. السؤال هذا موجه من 3 أشهر، يعني الجواب هلا لما يجي يختلف. يعني إحنا لما وجهناه تعرضت العقبة لمياه الأمطار وكانوا طارحين عطاء الصرف تصريف الأمطار، وبالرغم من هنا من هذا العطاء صار تشوهات، لكن اللي فهمت من الإجابة إنه العطاء لم ينتهي. شكراً لك سعادة الرئيس. يعني شكراً تكتفي لمندوب السلطة. يعني تكتفي بالجواب؟ وأكتفي بالجواب والله يخليك. شكراً الله يعطيك العافية. يا حابس شو نقطة نظام حابس بيك؟ أعطي حابس الشبيب. أنا بدي أعرف شو نقطة النظام بس. نقطة النظام توضيح واقع سعادة الرئيس. مع الاحترام إلى مجلسنا الموقر. هناك أسئلة وردت من الحكومة قبل سنة ولحد الآن بأدراج مجلس النواب لم تعرض على جلسات التشريع. أنا من الأسئلة اللي وصلني قبل سنة لحد الآن ما نعرض على الجلسة، فما نحط كل الحق على الحكومة. نرجو من الحكومة الموقرة الاهتمام بأسئلة النواب وإعطائها أولوية للجواب. المجلس بوديها المجلس يا سعادة النائب حابس،
المجلس في حال ورودها من النائب المحترم الزميل أو الزميلة يتم توديعها للديوان لرئيس الوزراء، والرئيس الوزراء بوزعها على الوزراء المعنيين. تفضل الأمين العام. إخواني، النصاب 48. في غادر الجلسة حوالي 20 نائب، ترفع الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا. شكراً.